الأهلي في رمضان غير، والأهلي كان على الميعاد. مبروك طبعا لكل جماهير النادي الأهلي الفوز بالكاس ال 38 في تاريخ النادي الأهلي، قلعة الرياضة في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. مبروك لجماهير النادي الأهلي الحقيقة اللي دايما كان الرهان عليها، وكانت قد الرهان وقامت بدور كبير جدا امبارح في الملعب، سندت فرقتها وفرحت بلاعبتها وبنجومها وبجهازها الفني ومجلس ادارتها. الحقيقه النهارده بيحققوا تاني بطوله الموسم ده، نحقق بطوله تانيه بعد ما حققنا السوبر على حساب الزمالك، بنحقق الكاس، كاس القديم طبعا، كاس الموسم الاخير على حساب بيراميدز، وان شاء الله باذن الله الدوري على حساب فيوتشر، وباذن الله افريقيا على حساب سان داونز، والقادم افضل والجاي احلى. ومبروك مره تانيه لكل جماهير النادي الاهلي، مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل الاهلاويه في كل مكان. عارف طبعا انه ليله رمضانيه وسهره رمضانيه ليها طعم تاني خالص واجواء تانيه خالص. مبروك مره تانيه لكل جماهير النادي الاهلي، ومبروك طبعا لزميلي السعيد بوجوده معايا النهارده محمد سعيد. مساء الخير يا محمد، مبروك حبيبي. مساء الفل يا ابو حميد، ازيك واخبارك؟ والف مبروك وكل جماهير النادي الاهلي، مبروك عليكم بطوله كاس جديده تضاف الى قلعه البطولات ورصيد البطولات دائما وابدا، يعني في رصيد متزايد داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره وفي الافرع المختلفه. امبارح الفرحه مش فرحه الكاس والبطوله، دي بطوله الكاس رقم 38، ولكن الفرحه في تجمع جماهير النادي الاهلي. يعني في اقل من اسبوع نشوف جمهور النادي الاهلي في مباراه افريقيه وفي مباراه محليه، اعتقد ده انجاز كبير جدا يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ولكل الاداره التنفيذيه داخل النادي الاهلي. الحضور الجماهيري، التشجيع المثالي، الحماس، المسانده، المؤازره، بطوله مهمه جدا جايه في توقيت مهم، واعتقد الفتره اللي جايه ان شاء الله يمكن النتائج دي هتنعكس بشكل ايجابي على فريق الكره وهو داخل على مراحل مهمه جدا. وكمان بطوله ببطولتين يا احمد، فكره انك تلعب على نهائي الكاس وتكسب بيراميدز، لكن هتلعب على السوبر وبطوله جديده ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يوم 5 مايو في ابو ظبي. فهنيئا لكل جماهير النادي الاهلي واداره الاهلي والجهاز الفني واللاعبين ولكل من ينتمي الى النادي الاهلي وكما يطلق عليه نادي الشعب. حقيقه مارسيل كولر في خلال فتره وجيزه جدا اعتقد قدر يقدم اوراق اعتماده، سواء بالتاهل للادوار الاقصائيه في بطوله افريقيا يا محمد، الفوز بكاس السوبر على حساب الزمالك، الفوز على بيراميدز امبارح في نهائي كاس مصر، وبطولتين في فتره وجيزه جدا. واعتقد انه كل الشواهد بتقول انه موسم الاهلي باذن الله ان شاء الله قادرين يكون العلامه الكامله طول ما الجمهور ده. يعني طبعا انا يعني اتعودت طول عمري الحقيقه على جماهير نادي الاهلي في المدرجات. النهارده لما بقيت اشوف الجماهير راجعه مره تانية في المدرج، حسيت قد ايه دور الجمهور، وحسيت قد ايه اللعيبه دي اتظلمت في اوقات كتيره جدا بعدم وجود الجماهير دي في مدرجات في مناسبات مختلفه. لكن الحقيقه جمهور عظيم، يعني طبعا رغم فرحتنا بالفوز على بيراميدز، وانا عارف انه الفوز على بيراميدز عند جماهير نادي الاهلي ليه طعم خاص على الرغم انه مش منافس، يعني وانه حاله الجدل والشوشره والتشتيت الانتباه والتركيز اللي حصلت قبل المباراه ما تدلش ابدا انه يعني في منافسه لا من قريب ولا من بعيد. ولكن ادينا شفنا طاقم تحكيم مصري اعتقد يعني بعض الاخطاء البسيطه جدا اللي ما كانتش مؤثره، ويمكن اغلبها كان مفترض انه يكون للاهلي، لكن اعتقد ان المباراه خرجت بشكل كويس تحكيميا. التحكيم ما اثرش على نتيجه المباراه ولا على سيرها ولا على احداثها باي شكل من الاشكال. وكلام كتير كان بيتقال قبل الماتش الحقيقه، يعني مش عارف هل نرد عليه، ما اعتقدش انه يعني من المناسب ابدا ان يتم مقارنه الاهلي ببيراميدز، فريق لم يحصل على اي بطوله في تاريخه، ما فيش شك. انا يعني ويمكن الكلام ده ما يتفقش مع اغلب جماهير النادي الاهلي، لكن انا اقول انه بيراميدز تجربه اثرت الكره المصريه. انا اتمنى اشوف زي بيراميدز في الدوري المصري 5 6 7 8 فرق، ساعتها الدوري هيكون في حته تانية. وشتان الفارق لما تاخد بطوله دوري كانت او كاس على حساب فرق قويه، فرق في بينك وبينها نديه، في بينك وبينها هات وخد، في بينك وبينها اثاره، عن انك انت تاخد الدوري مع فرق انا اسف في اللفظ يعني نايمه. فانا اتمنى اشوف التجربه دي، لكن يهمني في النهايه المنافسه تبقى جوه الملعب، المنافسه تبقى في ال 90 دقيقه، المنافسه تبقى كوره، ولما كانت كوره الاهلي فاز وتوج باللقب. ومبروك مره ثانيه لكل الاهلاويه. اكيد الانتصار والمكسب في التوقيت ده قلنا مهم جدا بالنسبه للمرحله اللي جايه، لكن فرحه لعيبه الاهلي بالبطوله يعني تشعر كده ان اللعيبه من جواها عايزه تعبر عن حاجات كتيره جدا تعرضت لها في الفتره الاخيره، ممكن بقى من ظلم تحكيمي كان في مرتين او في سنتين متتاليتين في الدوري العام،
ممكن في مسابقة إفريقية في آخر موسم، جمهور الأهلي ما كانش موجود في مناسبات عديدة بنفس الحجم وبنفس الكم اللي كان موجود في فاينل الكاس أو حتى في مباراة الهلال السوداني، فكان قدر الإمكان كل لاعب عايز يثبت وجوده. يمكن امبارح في العديد من الفرص اللي حاول بيراميدز يحرز من خلالها أهداف، تشوف رد فعل علي معلول وهو بيطلع الكرة من على خط المرمى، تشوف رد فعل حسين الشحات وهو بيتصدى لكرة يعني في الدقيقة 118، تشوف حمدي فتحي وهو بيكمل وبيحرز هدف، عارف الجرينتا يعني الحماس التحدي إثبات التاريخ، دي كلها أمور أنا على المستوى الشخصي شفتها امبارح كانت من الأمور الإيجابية. الفكرة مش مكسب بطولة بس، في يا جماعة عوامل كتيرة جدا ممكن من خلالها تشوف المكسب ده إيه أثره الإيجابي على الفريق في الفترة اللي جاية. بالنسبة للجهاز الفني كمان المكسب أنا شايفه مهم جدا لكولر، لأن كولر محتاج دفعة إيجابية ودفعة معنوية في الولاية الأولى وفي أول سنة من تدريب النادي الأهلي. ده بالنسبة للجوانب الإيجابية. بالنسبة لطاقم التحكيم أنا أتفق بالتأكيد مع كل كلمة قالها أحمد في فكرة أن يعني ما فيش أخطاء أثرت على نتيجة المباراة، ولكن أنا شايف أن الطاقم ده اتظلم في حاجة. لما بتحضر نفسك لمباراة كبيرة زي فاينل كاس أو مباراة حاسمة في الدورة أو في أي بطولة، الطاقم بيعرف أنه هو موجود لإدارة المباراة قبلها مثلا على الأقل ب 72 ساعة عشان يدخل في مود المباراة وتركيز المباراة، ولكن الطاقم التحكيم اللي كان موجود امبارح قدر الإمكان كان يعني في حالة قلق، عدم تركيز في بداية المباراة، برضو معايير الإنذارات والفاولات ما كانتش مظبوطة. ده ليه؟ لأن لغاية اللحظة الأخيرة قبل المباراة ب 24 ساعة الناس مش عارفة أو هم الحكام مش عارفين أمين عمر اللي هيحكم ولا محمد عادل، ده في حد ذاته ممكن يخلي الحكم برضو مش في مود المباراة بشكل كويس لو هو عارف قبلها بثلاث أيام اللي هو في المباراة. ولكن إجمالا أنا شايف التجربة بغض النظر عن بعض الآراء اللي أنا شفتها على السوشيال ميديا، طاقم التحكيم اللي أدار مباراة امبارح ممكن تقدر تقول ياخد 7 من 10 8 من 10، لكن ما كانش فيه أخطاء فادحة. لاينز مان امبارح أحمد حسام طه ياخد امتياز على هدف كهربا، يمكن قليل جدا لما تلاقي حكم دولي فاهم في اللعبه دي تحديدا على تقنيه الحكم الفيديو المساعد احمد الغندور، اعتقد برضو قراراته كانت مناسبه. نتفق نختلف على بعض الفاولات او الانذارات، لكن في اللعبات الحاسمه لا، التحكيم اعتقد كان في الموعد. اللعبه الوحيده اللي كان يجب توضيحها بشكل اكتر اللي يعني كانت ممكن تبقى مؤثره واعتقد انها اثرت بشكل من الاشكال حتى مع الغائها، هي طبعا ركله الجزاء الملغيه، انه في اكتر من زاويه اتلعبت او اتحصل فيها الاعاده بتاعه الكره دي وضحت انها ممكن جدا تكون لمسه يد، وفي زوايا تانية وضحت انها ممكن تكون جت في صدر لاعب بيراميدز. لكن في النهايه كنت اتمنى انه التوضيح للمشاهد للجمهور اللي قاعد في البيت يبقى اكتر من كده، اكتر من زاويه، اكتر من زاويه بالظبط كده. اللعبه تتلعب او تتعاد من كل الزوايا اللي تم تصويرها فيها، مش من زاويه واحده، لانه الزوايا بتفرق جدا يا جماعه، وخصوصا مع تواضع الكواليتي اللي بيتم بيه بس المباريات. الماتشات في مصر لو بتتبث بكواليتي اعلى من كده هنشوف اللقطات كلها بمنتهى الوضوح، مش هيبقى في اي مشكله في اي قرار ياخده حكم الفار او ياخده حتى حكم الساحه بناء على متابعته للمباراه. نقطه مهمه ثانيه بديل القائمين، قبل النقطه الثانيه انت رايك ايه فيها؟ يعني انا احساسي انها يعني ركله جزاء، يعني انا حاسس في واحده من الزوايا اتعدت الكوره ما جاتش في صدر، اعتقد كان اسامه جلال، اعتقد الكره جت في ايده، لا اعتقد الكره جت في ايده بس. في النهايه اللي بقوله بس بصرف النظر عن انها ضربه جزاء من عدمه، انه الكره في بالنسبه للجمهور اللي قاعد يتفرج في البيت ودول ملايين، انت بتتكلم على مباراه بحجم نهائي كاس مصر، اقدم بطوله في كره القدم المصريه، وبالتالي لما تتعاد لقطه زي دي لقطه هتثير جدل وهتثير شكوك، واحنا بنتكلم هنا عن عوده هيبه التحكيم وعوده الثقه في التحكيم المصري، يبقى لازم لقطه زي دي تتعرض او تتعاد مره ثانيه من كل الزوايا. عايز تتكلم في ضربه الجزاء ثاني؟ انا شايفها مش ضربه جزاء. انت شايفها مش يعني ضربه جزاء؟ يعني انا شايفها فعلا مش ضربه جزاء، هي في زوايا على فكره، ما انا قلت في زوايا اتلعبت اتعادت منها الكوره تحس او تتاكد انها مش ما فيهاش شبهه ركله الجزاء، لكن في زوايا ثانيه لا، الكوره ممكن جدا تبقى جت في ايده. بس في النهايه عايز اروح بقى للناحيه التنظيميه، وامبارح احنا ارسينا قاعده، امبارح احنا ارسينا قاعده، خد بالك في مباراه بحجم نهائي كاس مصر لما يحصل خلل في نظام توزيع التذاكر ده معناه انه من الوارد جدا كل المساواه في الظلم عدل. يا صح القاعده دي سليمه؟ طبعاً. وبالتالي لما انت تقر نظام زي ده في اهم مباراه في بطوله كاس مصر يبقى من الوارد جدا انك انت تكسر نفس النظام ده لاي نادي طالب بيه بعد كده، وبالتالي مفترض انه لما يتم وضع قاعده تطبق على الجميع بدون اي شروط. واعتقد انه من الوارد جدا اذا كنا بنفكر بشكل اكثر احتراف يعني انه قبل بدايه المسابقه قبل ما نبدا تنظيم اي بطوله نحط القواعد بالكامل للبطوله دي من اول مباراه فيها لغايه مباراه النهائي او مباراه
نهايه البطوله. اعتقد بكده انا متفق معاك فعلا في كل العداله والمساواه للجميع يعني. ده حقيقي، خاصه كمان في نقطه مهمه هي قواعد توزيع التذاكر، هل اختلفت مثلا؟ يعني في 2019 على فكره كان نفس الفاينل ما بين الزمالك وبيراميدز والتذاكر ما توزعتش بالتساوي ما بين الفريقين، وال 20,000 تذكره اعتقد او ال 20,000 الحضور بالكامل كان للفريق الزمالك مش فريق بيراميدز. المره دي لما تتقسم التذاكر بالشكل ده، يعني امبارح مشهد الاستاد انا كنت اتمنى ان يكون في حضور يعني بشكل واقعي افضل من كده، لان الناحيه اليمنى بالكامل كانت فاضيه ما كانش فيها حضور خالص، فالافضل حتى كان على الاقل يبقى في مساحه ثانيه، يبقى المشهد حتى في الدرجة الثانية مش ما تبقاش الدرجة الثالثة بس. لكن أتمنى الفترة الجاية زي ما قال أحمد فكرة المساواة تبقى مهمة جدا، لأن نفس الأمر ده مثلا كان اتطبق قبل كده على فريق المحلة. المحلة قبل كده كان طلب مثلا نسبة من التذاكر عشان يوزعها على جمهوره في الدوري العام واترفض الطلب، فنفس الطلب اتطلب من بيراميدز في فاينل الكاس وتوافق عليه. أعتقد المعايير لازم تبقى واحدة خاصة في المناسبات اللي جاية، والجزئية دي تحديدا يا محمد ممكن التغلب عليها يعني. طبعا أنا عارف أنه شركة تذكرتي مشكورين الحقيقة عملوا نقلة نوعية في موضوع حجز التذاكر في مصر، لكن أعتقد أنه حتى مع استخراج الفان اي دي وارد جدا انك انت يبقى في بند كده او في الفورم اللي بيتملي النادي اللي انت بتنتمي ليه، وبالتالي التسجيل النادي ده يتيح ليك بعد كده حجز التذاكر بتاعته في اي مباراه. كون النادي ما عندوش جماهير او كون النادي لا يتمتع بشعبيه او بجماهير، دي مش قصتنا احنا ومش غلطه النادي الاهلي ومش ذنب النادي الاهلي اللي بيتمتع بجماهير بره مصر وجوه مصر، تملى اي ملعب وتملى اي استاد، دي مش قصتنا. لكن في النهايه في قواعد لابد ان تحترم وان يتم العمل بها وان يحترمها الجميع بصرف النظر بقى عن مدى جماهيريته عن مدى شعبيته. بمناسبه طاقم التحكيم يا احمد اللي اتكلمنا عليه من شويه على موضوع ماتش الفاينل الكاس، طاقم ده بالكامل بيسافر الجزائر، عنده ماتش مهم جدا ما بين شبيبه القبائل الجزائري مع الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا يوم الجمعه 21 ابريل. الطاقم بالكامل امين عمر حكم أنا ساحه. انا شفتك انت واسامه بمناسبه دخلتنا على افريقيا، انت واسامه هنا في نفس المكان ده طلعتوا لنا عملتوا لنا القرعه وطلعتوا لنا الرجاء قبل القرعه الرسميه. قبل القرعه الرسميه اسامه حسني هنا ومحمد سعيد هنا وراحوا عاملين القرعه وراح محمد انت اللي سحبت صح؟ انا سحبت الاول دي تاني سنه على التوالي اسحب قرعه وتطلع الرجاء. بس انا شايف انه ماتش الرجاء ده يعني ان شاء الله باذن الله مفتاح البطوله. الاهلي اذا ما تخطى باذن الله ان شاء الله مباراه الرجاء ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في النهائي. واتوقع انه السنه دي وما حدش عارف يعني احنا النهارده ايه 11 النهارده 11 ابريل 11 ابريل باقي شهرين بالظبط. اعتقد انه السنه دي النهائي الاهلي سان داونز، توقعاتي كده. انا على فكره بتوقع نفس توقع احمد، الفاينل هيبقى الاهلي وسان داونز ان شاء الله باذن الله. وطبعا ساعتها الفاينل بقى هيبقى في جنوب افريقيا، يعني تسليم الكاس والمباراه النهائيه الاياب هتبقى في جنوب افريقيا، ولكن خطوه خطوه ان شاء الله في خطوه خطوه، لانه ماتش الرجاء صعب جدا. مواجهه الرجاء انا بشوف الرجاء من افضل الفرق، يعني لما تبص على مشوار دور المجموعات اتفرجت على الرجاء كويس جدا، لا الرجاء من افضل فرق القاره ومن وجهه نظري هو اصعب فرقه في المربع بتاع الاهلي. احنا معانا شبيبه القبائل ترجي رجاء اهلي، واحده من اصعب الفرق الحقيقه اللي هيواجهها الاهلي في مشوار البطوله. الناحيه الثانيه يمكن فرص الوداد وسان داونز ممكن تكون الاكبر تقريبا يعني من وجهه نظر. عايز اقول لك حاجه في الكواليس ويمكن جمهور النادي الاهلي اول مره يسمع الكلام ده، احنا لما عملنا القرعه هنا التجريبيه او التيست القرعه قبل القرعه الرسميه بيوم عملت ردود فعل كبيره جدا حتى في مع الاشقاء في المملكه المغربيه، ولكن كانت المفاجاه انا حضرت ثاني يوم القرعه في احدى الفنادق القريبه هنا في اكتوبر، كان الاتحاد الافريقي عمل القرعه. القرعه لما اتعملت في قبل يعني قبل القرعه الرسميه المسؤولين بتوع المسابقات والاتحاد الافريقي عملوا قرعه كده بيشوفوا الشكل التجريبي عشان تبقى القرعه ماشيه بشكل سليم يعني، فبيجربوا القرعه طلعت مواجهه الاهلي والترجي التونسي. طلعت مواجهه الاهلي مع الترجي التونسي. ساعه القرعه الرسميه بقى لما اتعملت فطلعت الاهلي والرجاء. فانا حتى سمعت عدد من الاصدقاء يعني والزملاء اللي شغالين في الكاف قال لك ده القرعه اللي اتعملت في قناه الاهلي كانت واقعيه اكتر من قرعه الاتحاد الافريقي. القرعه جت من الكنترول. بالظبط. نتكلم بقى على نجوم امبارح، لان الحقيقه في كتير طبعا الفرقه كلها كانت يعني نجوم فوق العاده، على الرغم انه عشان اكون صريح معاكم يعني الماتش ما كانش فيه كوره كتير، لكن الروح الاصرار التركيز من اول ثانيه لاخر ثانيه دي كانت حاضره بشكل كبير جدا عند اغلب نجومنا. لكن الحقيقه في لعيبه امبارح تستحق الاشاده، واولهم من وجهه نظري انا يمكن مش ناس كتير كانت شايفاه بس انا شفته الحقيقه في الملعب، حمدي فتحي الحقيقه امبارح عمل جيم ولا اروع دفاعيا وهجوميا. صحيح في نجوم تانية تألقت، هاني تألق، عبد المنعم تألق باستثناء اللقطه الاخيره دي اللي ما كانش ليها اي لازمه مروان. ودي هنقف معانا شويه مروان عطيه كهربا حسين شحات، لكن الحقيقه امبارح كل الفرقه كانت نجوم يا محمد. ده حقيقي بصراحه، يعني الفتره الاخيره
احنا شايفين مستويات عاليه جدا لعدد من اللعيبه، يمكن بشوفهم في المباريات الكبيره في الموعد بالفعل. اولا طبعا بصراحه بامانه فتره الشهرين اللي لعب فيهم كهربا مع الاهلي فرق بشكل كبير جدا في الناحيه الهجوميه، وكان حل سحري لمارسيل كولر في تغيير طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-3-3. نفس الامر مروان عطيه من اهم وافضل الصفقات اللي انضمت للاهلي في شهر يناير، واضافه كبيره جدا، وورك ريت، الحركه، التحرك، الباص الامامي. حسين الشحات كمان راجع بمستوى جيد جدا في الفتره الاخيره، بيضم، بيعمل كرات طوليه. حمدي فتحي بقى والهدف بالمناسبه ده تكرار لنفس الهدف اللي احرز في مرمى الزمالك اللي كان عن طريق كهربا، لعيب بيضم لجوه، بيعمل كره طوليه، لعيب من نص الملعب بيكمل ليه خط ال 18 وبيبقى فيه ضربه راس. لا ففي تفكير جمله، لا الجمله دي اتعملت امبارح في نفس الماتش كتير برضه، يعني اتعمل كذا مره ما كانتش مظبوطه قوي، كانت تحركات وكانت الزيادات من خط النص مش بتكمل بشكل جيد، لكن هي قدامنا على الشاشه بالظبط كده، واضح انه متمرنين عليها ومتحفظينها بشكل كبير جدا. طيب زي ما انتم شايفين قدامكم، يمكن طبعا حمدي فتحي من اللعيبه المهمه اللي يعني كان ليها تاثير كبير جدا في المباراه، متالق بشكل رائع يعني. لا الف سلام عليك يا ابو حميد، لكن طبعا يعني الفرحه فرحه الهدف كمان، يعني اولا حسين الشحات مش اول مره يعمل اللعبه ديت طبعا، والتوقيت بتاع الهدف كمان، وتوقيت الهدف، وتوقيت الهدف كمان، فتوقيت الهدف مهم جدا على فكره. امبارح الاهداف كانت محرزه في توقيتات مهمه جدا، سواء الاول اللي احنا تعادلنا بيه لانه جه على طول بعد هدف بيراميدز اللي كان فيه توفيق كبير جدا طبعا، وكان فيه اخطاء في التمركز عندنا في خط دفاعنا، لكن اللي يحسب لينا انك قدرت ترجع بسرعه، مش فرق كتير تقدر ترجع بسرعه وتقف على رجلها، خصوصا وهي بتلعب مع فرقه زي بيراميدز، بتتكلم على فرقه عندها سكواد محترم جدا، لعيبه على اعلى مستوى. والله انا مش ضد يعني، وتاني مره بكرر وبقول انا نفسي في الدوري المصري يبقى فيه خمس ست فرق عندها سكواد وعندها كوره زي كوره بيراميدز، ساعتها الدوري المصري يبقى في حته تانيه خالص، لكن تظل في النهايه المنافسه بس جوه الملعب. انا عارف انه الفوز على بيراميدز وهو مش منافس بالتاكيد للنادي الاهلي، يعني وحتى الاهلي لما كان بعيد احنا هنروح بعيد ليه؟ مش انتوا بتقولوا انه في ناس بتخدم الاهلي وفي ناس بتظبط للاهلي وفي ناس، امال الاهلي كان بعيد محليا بقاله موسمين، يعني يمكن الثلاث سنين اللي بداناهم مع مستر موسيماني وكان فيهم الاهلي رحاله بيجوب كل البطولات في كل انحاء العالم محليا وقريا وعالميا، ولا تسببوا يعني بفعل فاعل او بدون فعل فاعل حتى في انه الاهلي يفقد لقب الدوري والكاس هنا في مصر. طب وكان فين بيراميدز؟ يعني لما الاهلي كان بعيد عن الساحه المحليه كان فين بيراميدز؟ حتى الكاس او حتى الدوري ما قدرش ان هو يتواجد بيهم، فالقصه مش قصه اهلي خالص والله، ولو ركزتوا في يعني في اجندتكم وفي كراستكم هتكونوا في حته ثانيه خالص. لكن على كل الاحوال، لكن على كل الاحوال خليني اقول انه وجود بيراميدز ووجود فيوتشر وجود الاتحاد السنه دي اعتقد عامل شغل كويس، بيخلي الدوري المصري ليه طعم وليه شكل، بدل ما المنافسه دايما بين الاهلي والزمالك ويخش معاهم مره الاسماعيلي زمان طبعا، يخش معاهم مره بيراميدز، لما يبقى في اربع خمس فرق بتقدم كوره حلوه يبقى فيها منافسه، الدوري بنفسه والكوره في مصر والاهلي محتاج ده. الاهلي لو عنده منافسه محليه قويه وعنده دوري محلي قوي الاهلي ده يخدمه جدا وهو بيتنافس في افريقيا وهو بيتنافس في بطوله زي بطوله كاس العالم. من الامور الغريبه اللي لفتت انتباه الجميع امبارح، يعني كل واحد اكيد لما بيلعب مباراه او بيشارك في منافسه بيبقى حريص انه يكسب البطوله، جمهور الفريق المنافس او جمهور فريق الفريق الخصم اللي خسر البطوله بيتكلم على المباراه، ولكن فكره ان البعض بيحاول يدخل في تفاصيل المباراة هي لا تعني في أي شيء وليس له طرف في أي علاقة بالمباراة، ده غريب جدا. يعني أنت مثلا إيه تتكلم على أداء الفريق المنافس، حارس مرمى الفريق المنافس، طب ما كنت تكسب أنت وتأهل ولعب الفاينل قدامي مثلا، يعني فكرة إن أنا أنظر على الفرق المنافسة اللي بتلعب قدام الأهلي، طب ما تكسب أنت ولعب قدامي فاينل، وبعدين مش هنروح بعيد، ما احنا هنلعب سوبر تاني وهنلعب دوري وهنلعب كاس، يعني برضه فكرة إن مثلا لو في لعبة مثلا فيها التسلل أو فيها ركلة جزاء أو فيها هدف سليم، إيه فكرة اللي أنت تقعد تحلل الكورة عشان تفضل دايما حاطط في ذهن الناس، ذهن الناس دي مهمه جدا، بعد خمس سنين او عشر سنين لا فاكر انت كسبت الكاس بكوره مثلا عدت الخط او ما عدتش الخط، فاكر انت كسبت البطوله بكوره فيها لمسه يد او ما فيهاش لمسه يد. يا جماعه مهم جدا انك لما تتكلم على معيار نتيجه مباراه يا اما تتكلم بحياديه طبقا للصوره اللي قدامك، يا اما بلاش تلعب في اذهان الناس عشان ما تلعبش على فكره التاريخ بعد 20 سنه يقول لك ايه انت خسرت دوري بسبب مش عارف لمسه يد مين، خسرت الكاس بسبب ضربه جزاء،
ده دايما 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 بيتقال. اللي انت بتعمله ده منتهى القسوه والله، يعني منتهى القسوه رأفة ورحمة. يعني اصل فكره ان انا اقعد انظر يا سيدي، طب ما تلعب انت الفاينل يعني. احنا شبعنا من الكلام ده. طبعا في ناس طبعا بتحاول تعمل سياسه الهاء تشتيت، ناس ما حققتش اي حاجه، خرجت من الموسم قبل ما ينتهي، خليه الوفاض زي ما بيقولوا. فمن الوارد جدا ان هم يبقوا مركزين مع الاهلي، هيركزوا مع مين يعني. على كل الاحوال خلينا نبدا سهرتنا ونحتفل بنجومنا اللي هيشرفونا النهارده في الاهلي في رمضان، وناخد جوله مع اهم اخبار النهارده. الفرقه طبعا راحه بامر من مستر كولر من التمرين، عندنا المباراه اللي جايه، اعتقد عندنا مواجهتين فاركو قبل ما نروح للرجاء في دوري الابطال، فعندنا ماتش فاركو اعتقد هيكون يوم الجمعه الجايه. الفرقه النهارده خدت راحه، نطمن على حاله المصابين ونعرف اخبار فرقتنا واستعدادها بقى ان شاء الله هنرجع مره ثانيه منافسات الدوري قبل ما نروح لاستكمال مشوارنا في دوري الابطال يوم 22. خلاص اتحدد ميعاد مباراه الاهلي والرجاء ان شاء الله يوم 22 في استاد القاهرة. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا معاكم. أكثر اللاعبين حصولا على عقود الرعاية من الشركات الراعية، يمكن أرقام خرافية بصراحة. كيليان امبابي وهالاند يمكن بالتأكيد جايين في صدارة الترتيب الأول والثاني، فين من كام سنة كنا بنقول كريستيانو وميسي، لكن طبعا عارفين أن الزمن كل فترة بالتأكيد ليها نجومها وليها وقتها. لكن إن شاء الله الفترة الجاية يمكن نشوف النجم المصري محمد صلاح بإذن الله، زي ما كان هو من أبرز اللاعبين في الأرقام التاريخية كتهديف مع ليفربول، نقرب بإذن الله من الأرقام التاريخية في مسألة عقود الرعاية والشركات الراعية. طيب لازم يروح ريال أو بارسا؟ لازم. ليها يعني علاقة؟ ليها علاقة طبعا. الأندية دي شعبيتها وجماهيريتها وفي العالم كله مش بس في الدول بتاعتها، وبالتالي وجود صلاح في واحد من النوادي دي ممكن جدا ياخده في حتة تانية على الناحية التسويقية، يعني ناحية الأرقام والإنجازات ما اعتقدش أنه ممكن يكرر مشواره مع ليفربول، وهو واحد من أساطير ليفربول بلا شك. لكن على مستوى البراند أو المنتج أو الاسم التجاري اعتقد صلاح محتاج يعمل النقلة دي، هتاخده في حتة تانية بالتأكيد. وهو نفسه يلعب في الريال يعني. كان قالها زمان نفسه يلعب في ريال مدريد. عموما فقرة الأخبار وأبرز الأخبار والموضوعات، والنهارده عندنا أخبار مهمة جدا، كل ده بالتأكيد هيكون من خلال زميلتنا سلا حامد. سلا مساء الخير وأهلا بيكي. مساء الخير يا محمد، وطبعا مساء الخير يا احمد، برحب بيكم وبكل مشاهدينا. كل سنه وانت طيبه ومبروك طيب طبعا الفوز ببطوله الكاس امبارح. كنت اقول لك حالا يعني طبعا ببارك لكم وببارك لكل جماهير النادي الاهلي امبارح، والتتويج طبعا ببطوله كاس مصر للمره 38 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن يعني يا احمد ويا محمد طبعا النادي الاهلي يعني بيعيش حاله من الفرحه الفتره دي، مش بس في كره القدم، في جميع الالعاب. يمكن امبارح برده النادي الاهلي ونادي الزمالك في كره السله، من يومين برده النادي الاهلي فاز بالظبط بطوله كره اليد، يعني كانت غايبه من زمان، يعني كانت غايبه اكتر من 4-5 سنين من 2018 عن النادي الاهلي. كانت فرحه كبيره امبارح، فبنعيش حاله من الفرحه في جميع الالعاب. يمكن انا امبارح بعد مباراه يعني الاهلي وبيراميدز قلت في سري يعني يا بختنا بالنادي الاهلي، يعني طبعا حقيقي يعني كله فرحه، كله تحت السيطره، الحمد لله يا رب دايما. طبعا معانا اخبار كتيره جدا النهارده متعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم بعد مباراه امبارح. طيب اتفضلي. طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم، والمدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر منح جميع لاعبي النادي الاهلي راحه النهارده من التدريبات بعد الفوز امبارح بلقب كاس مصر امام نادي بيراميدز، استعدادا طبعا لمباراه فاركو القادمه في بطوله الدوري، واللي هتكون يوم الجمعه المقبل في الجوله 25 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. كمان الدكتور احمد ابو عبله، يمكن خلينا نطمن يعني جميع جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان على حاله يعني قلب الدفاع ويعني نجم النادي الاهلي رامي ربيعه، اللي طبعا يعني اصيب في مباراه امس. يمكن طبعا يعني الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي يعني حدد برنامج تاهيلي لرامي ربيعه مدافع النادي الاهلي بعد تعرضه للاصابه بجزع خفيف في الكتف خلال مباراه بيراميدز بنهائي كاس مصر، وهي اصابه اللي يعني طبعا سببت في خروجه عن المباراه. فان شاء الله يعني رامي ربيعه يعني هيكون في برنامج التاهيلي الفتره القادمه، وبعد كده بالتاكيد الفتره القادمه بعد برنامج التاهيلي هينضم للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي. كمان يعني بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز امبارح، قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات يعني على فريقي النادي الأهلي وبيراميدز، وجاءت العقوبات كالتالي. يمكن أول عقوبة كانت توقيع عقوبة على النادي الأهلي قدرها 20,000 جنيه للسباب الجماعي، ويمكن تاني عقوبة كانت توقيع غرامة مالية قدرها يعني كانت 20,000 جنيه
على النادي الأهلي نزول جميع اللاعبين لأرضية الملعب بدون إذن، تهنئة يعني طبعا محمود كهربا عقب إحراز الفريق الهدف الأول طبعا في مباراة بيراميدز امبارح، ويمكن ثالث عقوبة كانت توقيع غرامة قدرها يعني 25,000 جنيه على نادي بيراميدز لتكرار الاعتراض من قبل الجهاز الفني على الحكم المباراة، ويمكن رابع عقوبة كانت على محمد عبد المنعم إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي لثلاث مباريات بعد الطرد المباشر أمام نادي بيراميدز. وكشف مسؤولو اتحاد الكرة ان العقوبه التي وقعت يعني على محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي بايقافه ثلاثه مباريات تقتصر فقط على مسابقه يعني كاس مصر، واوضح مسؤولو اتحاد الكره ان اللاعب يعني محروم من المشاركه مع النادي الاهلي في ثلاثه مباريات بكاس مصر النسخه الحاليه، وهي مباريات ادوار الدور ال 16 ودور ربع النهائي ودور النصف النهائي او السيمي فاينل طبعا من بطوله كاس مصر. خلينا بقى نروح طبعا لبطوله والتتويج يعني اكيد النادي الاهلي بكاس مصر للمره 38 في تاريخ النادي الاهلي، ويمكن يعني وجه مجلس اداره النادي مقاولين العرب برئاسه المهندس محسن صالح التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني وطبعا جماهير النادي الاهلي بعد التتويج بلقب كاس مصر للمره 38 في تاريخه. كمان وجه نادي المقاولين العرب التحيه لنادي بيراميدز بعد الأداء الجيد في المباراة النهائية، وأرسل نادي المقاولين يعني برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكمان يعني تمنوا فيها التوفيق لجميع الأندية والكرة المصرية فيما هو قادم. كان طبعا يعني أقف مع الخبر ده سلا، طبعا مش غريب على إدارة نادي المقاولين، إدارة الحقيقة يعني في غاية الاحترام وده الطبيعي، يعني مفترض انه دي المشاعر الطبيعيه، وانا هنا مش بتكلم باسم النادي الاهلي، مفترض في الوسط الرياضي عموما يعني انه المنافسه لا تخلق عداوه، يعني احنا هنا في مجال للمنافسه عشان يفوز فيها الافضل وعشان تتطور كل بقى انواع رياضات كره قدم كره سله كره باسكت، المنافسه هي اللي بتخلق تطور المستوى، وبالتالي المنافسه دي ما ينفعش تتقلب لمشاعر غل وكراهيه وحقد ومحاوله ضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا كده، زي ما بقينا بنشوف بنطلع النهارده كل يوم، للاسف السوشيال ميديا ساعدت على ده بشكل كبير، لكن لما نشوف حاجه زي كده على مستوى الجمهور او على مستوى منصات التواصل الاجتماعي او للاسف حتى على منصات وسائل الاعلام التقليديه مش مقبول ابدا ابدا ابدا، يبقى ده على مستوى الادارات، لانه خدي بالك انت هنا بتتكلمي على القدوه والمثل الاعلى. أكيد. التصرف اللي عمله النادي المقاولين ده كان مفترض يحصل من، والحقيقه الاهلي بتجمعه علاقات طيبه بالغالبيه العظمى من نادي مصر او بمجالس ادارات نادي مصر، وده الشيء الطبيعي، ما عدا ذلك هو الاستثناء، وما عدا ذلك هو حاله الشذوذ او الخروج على القاعده، فالحقيقه يعني نتمنى انه يعني الرساله دي تكون وصل للجميع يعني. تأكيد على كلامك يا احمد، يعني زي ما انت قلت يمكن احنا بتجمعنا علاقه يعني وديه احترام علاقه طيبه ما بيننا وما بين جميع الانديه المصريه، يمكن طبعا بنشوف ده اكيد زي نادي المقاولين، في نادي الاتحاد السكندري، نادي سموحه، العديد من الانديه المصريه بنشوف دايما العلاقه ما بيننا وما بينهم، يعني ساعات يعني كابتن محمود الخطيب بنشوفه في زيارات طبعا للانديه دي والله، وبره مصر حتى كمان أكيد. يعني حتى علاقات الاهلي بمعظم الانديه الافريقيه اللي يمكن ما يكونش جمعهم بالاهلي غير مواجهه وحيده مثلا، هتلاقي دايما في احترام متبادل، هتلاقي في حرص كبير جدا على ان العلاقات دي تبقى قويه وتبقى متينه، وده واحد من اهم ادوار الرياضه لو اتكلمنا بقى خارج الحدود، يعني سيبنا الرياضه هنا في مصر، ده واحد من اهم ادوار اللي بيقوم بيها الاهلي كسفير رياضي، خلينا نقول كسفير رياضي لمصر في معظم الدول العربيه والافريقيه، وحسن العلاقات مشهود عليه، والاهلي اينما حل او اينما حل اي من مسؤولين نادي الاهلي في اي دوله عربيه كانت او افريقيه هتلاقي دايما محل ترحاب ومحل تاكيد على عمق وقوه ومتانه العلاقه اللي بتجمع النادي ده بالنادي الاهلي. صح يا احمد، ونتمنى يعني طبعا العلاقه دي تفضل كده ما بين النادي الاهلي وجميع الانديه، مش بس النادي الاهلي يعني كل الانديه المصريه وبره برضو يعني خارج مصر، اكيد نتمنى كل العلاقات تكون كده ما بين الانديه الرياضيه بالتاكيد. طبعا خلينا نروح بقى ليه يعني او نستكمل اخبارنا النهارده، والخبر النهارده هيكون متعلق بالمباراه القادمه ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا، الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي. يمكن حدد الاتحاد الافريقي لكره القدم موعد وحكام مباراتي الاهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يعني هيدير محمود علي اسماعيل مباراه الذهاب ويعاونه السوداني محمد عبد الله ابراهيم كمساعد اول، والجيبوتي احمد عبد الرازق مساعد
الثاني والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه كمان السنغالي حاج ماليك سامبا. ده هيكون طبعا في مباراة الذهاب، إنما يعني إن شاء الله يعني هيدير في مباراة الإياب طاقم تحكيم ليبي يعني بقيادة معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنيه عطية عيسى كمساعد أول وأحمد عبد الرازق كحكم رابع في المباراة بجانب التونسي خليل حساني، ده كمساعد تاني، وتولى تقنية حكم الفيديو المساعد الغاني دانيال ليريا، ويعاونه أكيد الكيني بيتر أوريو. ده إن شاء الله هيكون في مباراة الذهاب، ولا تقام ده عفوا يعني دي هتكون في مباراة الإياب، لكن إنما يعني هتكون في مباراة الذهاب هتكون يوم السبت 22 من شهر إبريل الحالي، بينما يعني مباراة العودة هتكون يوم 29 من نفس الشهر. ويمكن بالتأكيد يعني خلينا نفكر السادة المشاهدين إنه النادي الأهلي وصل طبعا للربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال يعني وصافة مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، أما الرجاء وصل للربع النهائي بعدما تصدر مجموعته الثالثة برصيد 16 نقطة. طيب دينا واقفة مع الخبر ده برضو يا سنة، أكيد كنت عايزة واحد طبعا قول احنا قلنا أنه ماتش الذهاب مع الرجاء هيكون يوم 22 هنا في القاهرة الساعة 9 بتوقيتنا، ماتش العودة هيكون في المغرب يوم 29 9 بتوقيتهم صح محمد؟ 9 بتوقيتهم 9 بتوقيتهم. فهنا بس أنا في وجهة النظر في موضوع الحكام ده يا سلام، وكنت يمكن بتكلم فيها أنا ومحمد قبل الهوى، ويمكن أغلب الجمهور الحقيقة مش عايز أقول مستاء، لكن يعني حط علامة استفهام على اختيار حكم سوداني لإدارة مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء، وهذا ليس تقليلا ابدا من شان الحكم السوداني اللي محمد شخصيا قبل الهواء اشاد الحقيقه قال لي واحد من افضل الحكام، لكن في النهايه بعد مواجهه الاهلي والهلال اللي كانت مواجهه حاسمه وادت الى اقصاء الهلال السوداني من دور المجموعات وعدم استكماله لمشوار المنافسه في بطوله دوري الابطال، كان بالنسبه لكثير من جماهير النادي الاهلي علامه استفهام انه يتم اختيار حكم سوداني لإدارة لقاء الأهلي والرجاء المغربي في دور الستاشر، لكن في وجهة نظر مقابلة وهسيب محمد بقى هو اللي يتكلم عنها. طيب هو طبعا من أول ما تم هو اللي متبنيها على فكرة. أصلا السؤال كنت عايزة أوجهه لمحمد بالذات، السؤال ده رأيك بقى أكيد في سلمته على الهواء خلاص. أنا عايز أقول لك من أول ما تم الإعلان عن تعيين حكم سودان النهاردة اتسألت أسئلة كتيرة، ليه حكم سودان يا جماعة؟ مش أنا اللي عينته والله. بصوا يا جماعة، هي الفكرة في حد ذاتها مشاكل المسابقات او المباريات الافريقيه ملهاش علاقه تماما بما يحدث في كواليس عمل لجنه الحكام، يعني لو في مشاكل في المسابقات الافريقيه بين اي انديه القرار بتاع لجنه الحكام في تعيين الحكام ما بيبقاش ليه يعني انطباع على فكره اصل في حكم من دوله ما الفريق ده خرج الدوله دي من البطوله، او انت جاي مثلا على تقنيه الحكم الفيديو المساعد الفار مثلا حكم من دوله ممكن لو انا كسبت العب الفريق اللي من دوله ديت، فما بيحسبوهاش كده خالص. فحتى لو في شكاوي او مشاكل في المسابقات لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي ما بتحطش اهتمام تماما للتفاصيل دي، ولكن بيبقى اهتمامها لحاجتين. اول حاجه المباراه نفسها لما بتشوف فرقتين من نفس الزون في المنطقة العربية مثلا منطقة شمال إفريقيا دايما بيقرب من فكرة أنه يجيب طاقم تحكيم عربي أو حكام من غرب إفريقيا أو شرق إفريقيا، ما يبعدش ويروح يجيب مثلا طاقم حكام من الجنوب إلا في المباريات النهائية أو المباريات اللي هي المهمة جدا، دي نقطة. فبالتالي اختيار الحكام بيبقى راجع لنقطتين، أولا منطقة التوزيع الجغرافي دي واحد، الحاجة الثانية هو شايف أن حكام النخبة اللي تم إعلانهم في 20 مارس كان من ضمنهم الحكم السوداني، فالحكم السوداني هم شايفينه الاقرب لاداره هذه المباراه. يعني انت بتقول انه واحد من افضل حكام القاره في التوقيت الحالي، هو حاليا تم اختياره من ضمن حكام النخبه، يعني الحكام اللي هيدير مباريات دور الثمانيه دول من حكام النخبه. فكره بقى ان هو قبل كده ما كانش موجود دي بيها ليها رد مهم جدا. لجنه الحكام اللي كانت بتختار بكاري جسامه ومصطفى غربال ورضوان جيد وجان جاك ندالا وماجيتي نيداي اللي كان بيختار المجموعه دي في الفترات السابقه اتغير، حاليا ماسك لجنه الحكام الايفواري ديوي نورمانديز، عايز يعمل صف تاني، عايز يعمل حكام جدد موجودين في المباريات اللي جايه. لذلك حتى لو تتفرج مثلا يعني مباراه الاهلي والهلال هنا كان طاقم تحكيم ما عندوش خبرات كبيره وكان متواجد حكم موريتاني وكل كان متخوف، نفس الامر في ماتش الاهلي والرجاء هيكون حكم سوداني، هتروح ماتش الرجاء في المغرب والفار من اول ال 16 من اول دور الثمانيه من اول دور الثمانيه يعني طيب يعني وجود الفار بدايه من مباراه الرجاء برضو الى حد كبير هيبقى عامل من عوامل الامان في عمليه التحكيم، وان كان الحقيقه برضو خلينا نتفق انه التحكيم في افريقيا في السنوات الاخيره
حصل فيه تقدم، مش على النحو المأمول او المستوى اللي احنا بنحلم بيه، لكن الى حد كبير جدا. يعني كان في مهازل بتحصل في افريقيا، ده الاهلي خرج من افريقيا في بعض المناسبات يعني بكوارث وفضائح تحكيميه ما فيهاش، ما تقبلش الاسم على اثنين. فخلينا نقول انه نتمنى ان شاء الله مع وجود الفار يبقى ملف التحكيم على اقل تقدير ما يكونش مؤثر في مواجهه من العيار الثقيل هتجمع بين الاهلي والرجاء. فكلهم وجوه جديده يا سلا، يعني على ضمانه محمد خلاص، حكم على ضمانه محمد. اهم حاجه ان محمد علق على الخبر ده، يوسف دي اهم حاجه. تمام. خلينا بقى نروح يعني من كره القدم لجميع الالعاب الاخرى، ومعنا خبر تاني مهم عن كره السله وحصول الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه على موافقه من يعني الجهات الامنيه على حضور 400 مشجع لكل فريق خلال مباريات يعني نصف النهائي والنهائي كاس مصر لكره السله سيدات ورجال. وطبعا تستضيف صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه مواجهات نصف النهائي والنهائي طبعا من بطوله كاس مصر في فتره من 16 ليوم 19 من شهر ابريل الحالي، وتقام مواجهات نصف النهائي كاس مصر سيدات يوم الاحد الموافق 16 ابريل بين سبورتنج والجزيره من طرف، والطرف الاخر ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون مع نادي هليوبلس، وهيقام يعني النهائي يوم الثلاث الموافق يوم 18 ابريل من الشهر الحالي. ده بالنسبه لسيدات كره السله. بالنسبه لرجال كره السله هتقام مواجهات النصف النهائي كأس مصر الرجال يوم الاثنين الموافق يوم 17 ابريل بين النادي الاهلي ونادي الجزيره من طرف، ومن الطرف الاخر ان شاء الله هيكون نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري على ان يقام يعني النهائي يوم الاربعاء ان شاء الله يوم 19 من شهر ابريل الحالي. كمان من المقرر انه هيتم ان شاء الله فتح باب حجز التذاكر المباريات خلال عبر يعني منصه تذكرتي الفتره المقبله، على ان يكون يعني سعر التذكره بالنسبه لجميع المباريات هتكون التذكره موحده سعرها هيكون 50 جنيه. مؤخرا نجح كمان يعني كل من نادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري في التاهل الى الدور النهائي من منافسات بطوله دوري السوبر لكره السله لموسم الرياضي 2022-2023، واستطاع النادي الاهلي الفوز على نادي الزمالك. يمكن امبارح كانت يعني اخر مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5 او منافسات البيست اوف 5 بنتيجه المباريات يعني 3-0 لصالح النادي الاهلي، انه النادي الاهلي اكيد يعني فاز في ثلاث مباريات من اصل خمس مباريات، واللي يفوز اكيد بثلاث مباريات من اصل خمس مباريات هيصعد للدور النهائي، وده اللي حصل اكيد مع النادي الاهلي امبارح. خلينا بقى نروح لجوله سريعه في الاخبار العالميه، ويمكن النهارده انطلقت مباراتين يعني في غايه القوه والاثاره في ذهاب الربع النهائي من بطوله دوري ابطال اوروبا. يمكن بنفيكا البرتغالي امام انتر ميلان، واكيد يعني المباراه دي بدات من ساعه او على وشك الانتهاء طبعا، وبدات يعني من شويه المباراه اللي شغاله دلوقتي يعني اكثر قوه واهميه. فاضل يعني خلاص يعني نتيجه 2-0 لصالح الانتر لغايه دلوقتي. الناحيه الثانيه النهائي المبكر بقى في سيتي وبايرن ميونخ 3-0 صالح السيتي، يعني نتيجه عاديه جدا وطبيعيه جدا. مش عارف الناس تخيلي بقى أسأل. ليه الناس متفاجئه يا جماعه؟ بتشجع مانشستر اكيد، احنا عارفين بشجع السيتي. انا بشجع السيتي. البايرن خسران 3، البايرن خسران 3 ده العادي جدا قدام السيتي. يعني البايرن يعمل بايرن قدام اي فريق تاني، قدام برشلونه قدام السيتي قدام السيتي يبقى انتباه. محمد انت بتشجع مين؟ انا بشجع الاهلي. لا ما بيتكلم، احنا بنتكلم في مانشستر وريال ميونخ. ريال مدريد يعني طبعا انتوا جايين عليكم حاجه بره خالص. بس عدوا تشيلسي وتعالوا لنا. انا صاحب النهارده مبسوط يعني، احنا كنا بنشوفه كان متابع قبل الهوا، كان قاعد متابع المباراه، واكيد هو طبعا مبسوط دلوقتي. بارك لك اكيد القوي في اللقوه منه. بصي انا بحب الكره الحلوه، انا ما بتفرجش على الكره عشان المكسب والالقاب بس، انا بحب الفرقه اللي اتفرج عليها تمتعني كوره. والسيتي بجد واحد من اكتر الفرق اللي بتقدم كوره ممتعه، وان كان الحقيقه انا لما بتفرج على ماتشات في المانيا البايرن هو افضل فريق طبعا بيلعب كوره في المانيا، لكن الريال بالنسبه لي ولا كانه جه. فوز السيتي انا اسبانيا يعني برشلونه، انا مع محمد ريال مدريد اسبانيا يعني برشلونه على طول. فوز السيتي على بايرن حاليا بثلاثيه ده مثال القوي في اللقوه منه. يعني البايرن لما بيكسب برشلونه وبيعمل نتائج كبيره وبسكور، لا القوي في اللقوه منه. يعني النهارده السيتي بالسكور ده، وممكن على فكره يبقى في سكور كمان اعلى من كده في الماتش العوده اكيد. يعني اكيد خلينا بقى يعني طبعا نستكمل اخبارنا النهارده، ونادي فولسبورج اكيد الالماني النهارده اعلن عن رحيل عمر مرموش اللاعب المصري الدولي عن صفوف الفريق بعد نهايه عقده في نهايه الموسم الجاري 2022-2023. وذكر يعني طبعا النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ان مرموش هيغادر الفريق الالماني عندما ينتهي عقده في 30 يونيو من هذا العام، حيث لم يتواصل الطرفان يعني الطرفان الى اتفاق
بتجديد عقده. أضاف كمان البيان أنه سيغادر مرموش النادي بعد 6 سنوات. نود أن نشكره على التزامه ونتمنى لعمر مرموش كل التوفيق في مسيرته المستقبلية سواء في الرياضة أو في الحياة الخاصة طبعا بيه. وكانت التقارير الصحفية الألمانية كشفت مؤخرا أن مرموش أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى حامل لقب الدوري الأوروبي فريق أنترخت فرانكفورت. ووفقا يعني لما ذكره موقع سبورت وان الألماني، خضع اللاعب لفحوصات طبية بالفعل في فرانكفورت تمهيدا لانتقاله المجاني للنادي في الصيف. استكمالا لجميع اخبارنا يعني طبعا الاخبار العالميه، واكيد كمان نادي ترابزون سوبر التركي اعلن النهارده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعافي لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف الفريق من الاصابه، وشارك في مران الفريق الجماعي يوم الثلاثاء بعد يعني التعافي من الاصابه استعدادا لمواجهه نظيره فريق بشكتاش في المواجهه المقبله من بطوله الدوري التركي الممتاز لكره القدم. وكان طبعا تريزيجيه قد تعرض لاصابه في العضله الخلفيه وغاب على اثرها لمده يعني شهور او مده شهر عفوا عن الملاعب، واكيد يعني بنتمنى له طبعا ان هو يعود سريعا ويعود مره اخرى للملاعب اكيد مع فريقه. كان دي يا محمد ويا احمد يعني كانت طبعا كل اخبارنا النهارده المتعلقه سواء بفريق اول لكره القدم وبعد طبعا التتويج امبارح ببطوله كاس مصر، اكيد مبارك لكم تاني وجميع الالعاب الاخرى، واكيد طبعا يعني نجومنا سواء عمر مرموش او بالتاكيد محمود حسن تريزيجيه واللي طمنا طبعا جميع جماهير النادي الاهلي عليهم. طبعا واكيد طبعا عاوز تريزيجيه كمان لمنتخب مصر هتكون اضافه قويه زي بالظبط ما مروان عطيه كان اضافه قويه الحقيقه للنادي الاهلي. نبارك له ونهنيه على اول بطوله واول لقب يحرزه مع النادي الاهلي، وكان واحد من نجوم مباراه امبارح امام بيراميدز. كابتن مروان مساء الخير، كل سنه وانت طيب والف مبروك عليك اول بطوله تحققها واول لقب تحققه مع النادي الاهلي. حبيبي تسلم، الله يبارك فيك ومبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. حبيبي تسلم يا رب. مروان عايز اسالك على حاجتين الحقيقه، حاجتين يعني مناسبتين يمكن لعبت فيهم بتيشيرت النادي الاهلي في مباراتين في منتهى الاهميه السيزون ده، واحده قدام الهلال وواحده قدام بيراميدز، الاثنين كانوا مباراتين صعبين جدا ولكن كمان كان فيهم حضور جماهيري، احساسك ايه وانت بتلعب باسم النادي الاهلي وسط الحضور الجماهيري الكبير ده؟ اكيد طبعا كان احساس طبعا لا يوصف، يعتبر كنت بتحقق حلم كان نفسك فيه او كان نفسك توصل له، فاكيد طبعا كانت حاجه كويسه والحمد لله. يعني اللي بيلعب في الاهلي ويخش النادي الاهلي اكيد لازم نستحمل الضغط وضغط الجماهير وضغط الماتشات وضغط المواقف الصعبه، والحمد لله يعني الواحد كان قدها الحمد لله. يعني مروان اكيد وجودك في نادي الاتحاد السكندري كان نقله مهمه جدا ليك في الفتره اللي فاتت، واعتقد كان فرصه كويسه انك لما تلعب في الاهلي نادي جماهيري. طبعا الاتحاد السكندري عنده شعبيه كبيره جدا في اسكندريه ونادي من الانديه المحببه حتى لجماهير النادي الاهلي، فخطوه انتقالك للاهلي اعتقد من نادي جماهيري لنادي جماهيري ما كانتش صعبه بالنسبه لك، صح؟ لا 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 طبعا، يعني احنا عندنا برضو في كان في الاتحاد الجماهير برضو الاداره ما كانتش تسمح برضو ان اللعيبه تعمل ماتش وحش او كويس او تخسر، فالجماهير كانت فعلا عاصمه تحت ضغط وتحت ريسك، فالواحد كان متعود يعني على المواقف، فالحمد لله جيت الاهلي طبعا هو الكواليتي مختلف وفريق كبير طبعا احسن نادي في افريقيا، فهو الضغط بيبقى اكتر، بس الحمد لله يعني الواحد قدر يتواصل مع الموقف ده الحمد لله. انا يعني كنت دايما بشوف انه صفقات الاهلي الجديده الموسم ده سواء الصفقات اللي كانت في بدايه الموسم او حتى في موسم الانتقالات الشتويه بيبقى عندها صعوبه كبيره جدا، وخصوصا لعيبه خط النص يا مروان، لانك انت داخل على لعيبه تقيله جدا وكلهم الحقيقه عندهم رصيد كبير جدا سواء عند الجهاز الفني او عند الجماهير، لكن انت واحد من اللعيبه اللي دخلت بسرعه في سكواد النادي الاهلي واكتسبت ثقه مستر مارسيل كولر واكتسبت ثقه الجماهير كمان، ازاي دخلت بسرعه ومين اللي ساعدك او ايه الحاجات اللي ساعدتك عشان تدخل بسرعه في سكواد النادي الاهلي يا مروان؟ والله لا ده انا اول يوم طبعا دخلت في النادي اللعيبه استقبلتني بشكل كويس جدا، الجهاز الفني استقبلني بشكل كويس جدا، اللعيبه كلها ساعدتني كلهم اتكلموا معايا، في لعيبه قابلتها في المنتخب فكنت اعرفها، فالحمد لله يعني ما حسيتش باي فارق يعني الحمد لله، ودخلت في وسط اللعيبه بسرعه. طيب مروان وانت بالتاكيد يعني بتلعب في النادي الاهلي وفرحه الفوز بالكاس امبارح
عايز اعرف انطباعك واحساسك لما شفت الفرحه فرحه الفوز مع جماهير الاهلي بالشكل ده، احساسك كان ايه؟ والتليفونات اللي اكيد جات لك من كل حته، من كفر الدوار بقى ومنطقتك واصحابك وقرايبك، ويعني عايشنا كده في الاجواء فعلا معاك. فعلا فعلا، لا هي فرحه كانت امبارح لا توصف طبعا، ويعني الواحد كان مسك نفسه امبارح، كان دموعه كانت هتبكي امبارح من الفرحه ومن الموقف اللي انت فيه والفرحه اللي انت فيها. والحمد لله يعني ان شاء الله يديمها يا رب فرحه كده، يا رب ان شاء الله يكرمنا في افريقيا ان شاء الله، وناخد افريقيا وناخد السوبر والدوري باذن الله. اول تليفون جالك من مين؟ لا والله الناس كلها كلمتني، يعني اهلي، خطيبتي، اصحابي، الدنيا كلها، قرايبي، كل الناس، حتى في ناس ما تعرفنيش كتير دخلت ركبت طبعا، بس الحمد لله يعني يا رب ديمها فرحه كده ان شاء الله، ونقدر نفرح جماهير الاهلي ان شاء الله. طب إيه انت شخصيا اول حد كنت عايز تكلمه بعد ما فزت بلقب الكاس كان مين يا مروان؟ اكيد طبعا كان والدي واخواتي وخطيبتي اول ثلاثه، وبعد كده اصحابي اكيد طبعا. اصعب لحظات المباراه من وجهه نظرك؟ الوقت الاضافي. الوقت الاضافي قبل ما الاهلي يسجل، قبل ما حمدي يجيب الجول الثاني، ولا بعد ما سجلنا الهدف الثاني؟ لا هو قبل ما حمدي يجيب الثاني وبعد ما حمدي جاب الثاني. كان الموقف قبليها كان صعب، وبعد الجون كان الموقف صعب. ابارك لك مره ثانيه، وبارك طبعا لكل نجوم الفريق ولاعيبه النادي الاهلي، مبروك. والجماهير بعد ما احتفلت بالكاس على طول قالت لك احنا مستنيين السوبر، عندكم سوبر يوم 5. اكيد اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. قدها ودود. بشكرك شكرا جزيلا نجم نادي الاهلي طبعا كابتن مروان عطيه، واحد من اللعيبه اللي اجادت الحقيقه مش بس مباراه النهارده، لكن مباراه امبارح، لكن الحقيقه في الفتره الاخيره لعيبه تالقت واثبتت وجودها بشكل كبير جدا. طيب نشكر سالة طبعا على جولة الأخبار، بنشكرك شكرا جزيلا سالة، ومبروك مرة تانية الفوز بكأس مصر. ميرسي جدا يا أحمد، وطبعا شكرا يا محمد، وببارك لكم تاني طبعا. وأكيد زي ما قال يعني كابتن مروان عطية واحد من الصفقات المهمة ومن أهم اللعيبة أكيد في الفترة الحالية مع نادي الأهلي، يعني أكيد من الصفقات اللي فرقت مع نادي الأهلي مؤخرا، ويمكن يعني زي ما هو قال هو متعود عامة على جماهير نادي الأهلي، مش جه واتخض وشاف طبعا العدد الكبير ده من الجماهير في المباريات، فببارك لكم طبعا مرة تانية، وببارك لكل جماهير النادي الاهلي اكيد باذن الله. طيب دي كانت يعني مداخله مهمه جدا من مروان عطيه، وكمان اخبار مهمه جدا قالتها لنا بالتاكيد زميلتنا سالة حمد. مهم جدا بقى نطلع فاصل، نطلع فاصل نستقبل بعده اثنين من نجوم النادي الاهلي، هيكونوا ضيوفنا وهيشرفونا النهارده، هنتكلم عليهم في تفاصيل كتيره جدا. كابتن عمرو الحديدي وكابتن اشرف ممدوح نجوم النادي الاهلي هيكونوا ضيوفنا في الاهلي في رمضان، لكن بعد الفاصل. هما صحيح اثنين من نجوم النادي الاهلي، لكن كمان من الوشوش والاسماء اللي انا دايما بتفائل بيهم بالذات قبل الماتشات المهمه او في الاحتفال ببطوله وما اكثرها مناسبات واحتفالات دايما على شاشه الاهلي طبعا فرحا بالبطولات والالقاب، واخرهم طبعا لقب كاس مصر امبارح رقم 38 اللي فاز فيها الاهلي على بيراميدز بنتيجه 2-1. كابتن عمرو الحديدي، كابتن اشرف ممدوح، ضيوفنا النهارده في الاهلي في رمضان، فرصه نقابلهم في الايام الكريمه والمفترجه دي، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ونفتكر معاهم شويه ذكريات حلوه، ونحتفل معاهم كمان بالبطوله واللقب الجديد اللي حققه النادي الاهلي. مساء الخير واهلا وسهلا كابتن عمرو الحديدي، منور الدنيا طبعا، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. الله اكرم، الله يكرمك. كابتن اشرف مساء الخير. احمد مساء الفل، وكل سنه وانت طيب. سعيد طيب محمد، وسعيد جدا بوجود يعني اخويا وصاحبي وزميل ملاعب، ولينا ذكريات كتير. لا يعني على التليفونات دايما بس يعني الظروف الحياه بقى ما بنتقابلش كتير، ولا الدفاع ما بيقابلش الهجوم. لا لا لا. كل سنه وانتم طيبين، وجمهور النادي الاهلي ومصر كلها والامه الاسلاميه بخير دايما وصحه وسعاده يا رب. نقول مبروك بقى ولا ايه؟ يعني الف مبروك. الف مبروك. مش مبروك واحده صح كده، مليون مبروك طبعا. النادي الاهلي يعني دايما مفرح مصر كلها، وتحديدا بقى جمهور النادي الاهلي، لانه دايما الحقيقه زي ما نقول دايما، وانا دايما معاك احمد محمد، انه جمهور النادي الاهلي دايما ما بيدورش غير على بطوله، والحقيقه رجال النادي الاهلي دايما في المواقف دي بتلاقيهم دايما، يعني عمرهم ما بيخذلوا جمهورهم. والحمد لله امبارح بطوله مهمه جدا جدا في توقيت مهم جدا 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 علشان اللي جاي كمان، لان الحقيقه انت كنت محتاج دفعه معنويه كبيره بعد طبعا شويه الازمات اللي فاتت على مستوى النتائج شويه، ولكن الحمد لله يعني بطوله تدي دفعه معنويه كبيره جدا جدا للي جاي ان شاء الله. بطوله التقاط الانفاس يا كابتن عمرو؟ لا مش هقولها كده، يعني هقول لك ان النادي الاهلي الراجل
كولر بيقدم اوراق اعتماد بطريقه مختلفه قدمها في السوبر وكنت مع استاذ احمد. لا النادي الاهلي بيقدم مدير فني ولعيبه واسلوب لعب وطريقه لعب، راجل بيغير طريقه اللعب على مدار المباراه 3 مرات باسلوب معين، الناس كلها بتتوقع الظاهر على الشاشه 4-3-3 وهو بيعمل حاجه ثانيه خالص. اكتشافه اللعيبه كتير قوي، نجاحات لمجموعه كبيره من الموجودين من الصفقات اللي هو كان ليه يد فيها زي مروان وخالد عبد الفتاح. امبارح النادي الاهلي كان بيتوج ان هو بطل كاس مصر رقم النسخه 54 واللقب رقم 38. لو انت جيت حسبت النادي الاهلي امبارح بقى في 100 سنه الاهلي اول بطوله كان كاس السلطان سنه 1923. كاس السلطان ده اول كاس مصر يتلعب النادي الاهلي حصل عليه سنه 1923. وبالمناسبه دي عدى 100 سنه يعني بالمناسبه صح. اللي انت بتقول عليها احنا النهارده بعد سهرتنا على طول بعد الاهلي في رمضان الاهلي هيعرض يعني فيلم وثائقي بمناسبه مرور 100 سنه على اول كاس بطولة. اول بطوله يحققها النادي الاهلي كاس السلطان ودي تاني بطوله ليه يعني السوبر وبعد كده كاس مصر. كاس مصر اعتقد زي ما اشرف قال الفتره دي هو محتاجها قبل مباراه الرجاء. حصل شويه كلام على ماتش الهلال وبعد كده ماتش المحله الراجل غير المفهوم حتى اسلوبه امبارح وهو بيتكلم مع محمد عبد المنعم رغم الطرد اسلوبه قبل كده وهو بيتكلم مع احمد عبد القادر احتراف بيدي صوره لجميع مدربي مصر ان انا ما بشتغل باحترافيه بعامل لعيبتي انت زعلان انك خرجت نتيجه الطرد بس انا بتعامل معاك نفسيا بفرح بيك دلوقتي بعد كده يبقى نتكلم وتبقى عندك خبرات معينه من موقف عملته ما يتكررش تاني. اكيد لا وفي حاجات كمان بتتم في الملعب او خارج الملعب ما بيتمش الاعلان عنها ولا المدرب حتى بيحب يوضح للناس هو خد قرار في ايه ولا عمل ايه. لا هو ثباته الانفعالي وذكائه بيتعامل عنده ثبات انفعالي عنده ذكاء قوي في الحته دي وهو بيتعامل. حتى امبارح في الجون الثاني اللي عملها حسين الشحات كان في حديث قبليها بدقيقه واحده بيتكلم مع حسين لتغيير طريقه اللعب ويدي مهام لحمدي فتحي اللي هو احرز منها الهدف الثاني. الزياده دي شفناها في مباراه الزمالك شفناها في مباراه سموحه شفناها في مباراه غزل المحل شفناها في مباراه الهلال شفناها في المباراه دي باسماء مختلفه بس الاسيست واحد. وحمدي على فكره من اللعيبه اللي يعني بيلعبوا العاب هوا يعني رغم ان هو مع يعني مفيش حته الطول لا هو بيجيد العاب الهوا بس هو بيلعب براسه كويس جدا طبعا والكره دي عملها اكتر من مره وحتى من كور ثابته كمان مش بس من بص محمد لو انت خدت بالك 3-4 كور كان كهرباء لوحده بعد الشوط الثالث اما دخلنا في الثالث بقى في الصندوق 3 كمان زياده من تاو وزياده من شريف وزياده من حسين وده مهام لحسين كل الناس كانت متوقعه تاو هيجي عند علي وحسين هيروح جهه تاني اتعكست انا حابب كمان يعني هتكلم على كوره واتكلم على الماتش او على 120 دقيقه كلهم لان فيهم حاجات كتيره ممكن وفيهم نجوم كتير اجادوا بس انا حقيقه حابب اتكلم معاكم كمان عن الجمهور اللي ظهر بشكل كبير جدا في ماتش الهلال وظهر بشكل كبير دوره امبارح في مباراه بيراميدز. شفت الجمهور ازاي ودوره وتاثيره ازاي اشرف؟ يعني هو ده جمهور النادي الاهلي وده دوره الطبيعي واللي دايما بنقول انه جمهور النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه هو يعني بيشيل الفرقه وبيشيل النادي لانه هو الداعم الاول والاخير يعني زي ما بقول في كره قدم متعه كره قدم او انك تقدر تطلع واكيد عمرو يتفق معايا في ده انه اللاعب ممكن يبقى عنده 70-80% او 30-40% دي ما بتطلعش الا لما يبقى في جمهور. في حاجات كتيره جدا اللاعب ما بيقدرش يعني تبقى ناقصه حاجه الجمهور فعلا بيخليك معنويا تطلع اكتر من اللي عنده كتير جدا جدا حقيقه. فشفنا ده في مباراه الهلال قد ايه الجمهور فرق مع لعيبه النادي الاهلي شفنا ده في مباراه امبارح والحقيقه انا اتمنى الفتره الجايه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يبقى موجود دايما وجمهور مصر والله يرجع كمان والله يعني هو المناسبتين دول بتهيألي جمهور الاهلي ادى صوره ورساله واضحه وصريحه ان ودايماً الكره المصريه مش جدا جدا تفتح الجماهير الاهلي بس للكره المصريه عامه طبعا. فاتمنى ان شاء الله ان تبقى بدايه عوده جماهير الكره لملاعبنا مره ثانيه ونتمنى ان شاء الله من الدوله انها يعني خلاص تفتح الملاعب لانه الحمد لله جماهيرنا ملتزمه وخلاص في اي دي وفي يعني خلاص الموضوع بقى فيه التزام كبير جدا وفي لوائح وقوانين محطوطه بشكل كبير الحمد لله البلد امنه بشكل كامل وطبعا بنشكر جدا جدا الدوله على سماحها بتواجد كم هذا الجمهور للنادي الاهلي في مباراه الهلال لكن فعلا
النادي الاهلي محتاج فعلا جمهوره في المباراه دي تحديدا. كل الشكر جمهور النادي الاهلي. وانا فاكر يا احمد انا كنت معاك من فتره واتكلمنا انه جمهور النادي الاهلي هيكون له دور كبير جدا 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 على السوشيال ميديا وفي الملعب في عوده لاعبينا مره ثانيه ثقتهم وادائهم داخل الملعب يعني. طيب كابتن عمرو، ماتش امبارح، هل توقعاتك واحساسك الداخلي اللي غير معلن قبل المباراه لما شفت الماتش نفس الاحساس او شفت اللي انت كنت متوقعه من اداء الاهلي، اداء اللاعبين، خطه كولر، ولا اتفاجئت بحاجات امبارح في الملعب؟ لا بص، انا الراجل ده عايش معاه من اول لما جه، بقعد اذاكر هو بيفكر ازاي. الراجل عمل حاجه امبارح ما توقعهاش اي حد بيتوقع نتيجه المباراه، ان هو ساب لك الاستحواذ وبقى تحت الكوره في ثلث الملعب. انت تملي بتضغط بعد مباراه المحله، انت راجع من مباراه الهلال، طبيعي من مباراه قويه. اشرف يبقى حضر الحاجات دي معانا، تملي بتبقى الماتش اللي بعديه اقل شويه. صحيح. الضغط العصبي في مباراه الهلال انك تخرج بنتيجه ايجابيه وتوصل انك تعدي المرحله دي، الماتش اللي بعديه بيبقى اقل، تركيزك بيقل. لا، انت قابلت مباراه غزل المحله بنفس الضغط وبنفس القوه بتاعت الشوط الثاني مباراه الهلال وكسبته وحققت. الراجل اداك انطباع انك تحضر، ينقل الكره زي ما انت عايز ويسيب كهربا يشتغل، وبعد كده عكس طريقه اللعب. هي 4-3-3 زي ما الناس بتقول، لا هي 4-1-4-1 من اول ثلث ساعه عدت. قلب موازين اللعب بقى، خلى محور اللعب كله هو مروان عطيه. اللي هو يميل تحت السليه ويميل تحت حسين ويميل تحت تاو ويميل تحت كهربا. وساب له هو الوحيد اللي بيعمل الربط ما بين الجزء الدفاعي ويميل في زياده هاني ويميل في زياده علي معلول. يعني انت امبارح لو في مان اوف ذا ماتش هتديها له هو رقم واحد. لمروان عطية رقم واحد، حمدي رقم اثنين، كهربا رقم ثلاثة، هتلاقي نفسك حسين رقم، يعني انت محتار. خدوا شكل ان النادي الاهلي دلوقتي بقى عندك طمأنينة لل11 الموجودين، ووفرة اللي انا ما بحبش اقول عليها بدلاء، وفرة النجوم اللي بره اللي بتنزل تحل. وفرة النجوم اللي بره اللي بتنزل تحل، بقى عندك وفرة اداء، الجماعية في الاداء. يمكن انت امبارح مستغرب من اداء تاو، انت المفروض كنت عايز اكتر من كده، مش بنفس الاداء اللي ظهر في ماتش الهلال ولا في ماتش سان داونز ولا في ماتش غزل المحله. انت هتشوف حاجه تانية، بس هو الراجل يعني ابتدى اللعب كله يبقى عند واحد تاني، عند حسين، غير عند حسين. بقى اللعب كله انت عارف انك منزل قفشه عشان يشتغل صانع الالعاب اللي يغذي الحته الهجوميه، لا حسين اللي عمل الشغل ده. الاسيست بتاع الزمالك، الثلاث كور، ولا في الهلال، ولا في الاداء في مباراه غزل المحله، وكذلك في مباراه امبارح مع بيراميدز، حسين كلمة السر، الكومي اللي الراجل بيفكر فيه. أنا قلتها قبل كده، هو مقص دار شاطر، ثعلب مكار، بيعرف يفصل الأداء بتاع المباراة على قد إمكانيات الفرقة اللي قدامه. على الرغم إن باتشيكو الحقيقة برضه ما ننكرش عامل شغل كويس مع بيراميدز، بس انفعل دفاعي، خرج عن تركيزه بعد 25 دقيقة في الكورة اللي التحم فيها أسامة جلال مع كهربا. ابتدى يخرج، فالتركيز وأنت بتخرج لو خدت بالك كانوا الاثنين اللي بيوجهوا، هو ومحمود فتح الله في وقت واحد، عكس التاني كان هادي وبيأيد اللي هيشتغل عليه الشوط التاني. كابتن اشرف، يعني طيب من وجهه نظرك، هل اتفاجئت ببدايه باتشيكو مع كولر بنفس الشكل؟ لان انا مثلا الناس كانت الجمهور العادي يقول لك ايه، الاهلي ضايع اول ثلث ساعه، اول 25 دقيقه ما فيش الحميه بتاعه نزولك قدام، رغم انك انت رحت بكورتين كان ممكن، بالذات الثانيه بتاعه كهربا كانت ممكن تغير سيناريو المباراه خالص، اللي هي برجله مش بدماغه، دماغه بعيده ما يلحقش. يعني بس لا، اللي بدماغه لو كان، لو هو متاخر ورا شويه، اشرف فرود ويقولها اكتر مني، لو متاخر خطوه شويه يمتلك الكوره، فرقت اكتر. صحيح. لكن اللي برجله كانت مؤكده، مش محتاجه قوه، محتاجه ركنه دقه بس. شويه العصبيه اللي في المباراه بتدي لك شويه، ممكن تدي باور شويه في كوره زياده، تسديده تسديده، لكن البدايات ما كانتش متوقعه. شوف، انا الحقيقه قعدت تقريبا 60 دقيقه مصدوم من الاداء، يعني الفرقتين متخوفين جدا من بعض، عاملين حساب بعض جدا جدا. خد بالك اخر مواجهه برضو كولر علم عليهم جامد طبعا. يعني ساب لهم الكوره، يعني ساب لهم الكوره، العبوا الكوره بتاعتكم وشالوا ثلاثه، فطبعا لازم ينزلوا الماتش ده يعني عينيهم في وسط راسه، طبعا لازم واخدين بالهم جدا. وعمر صح ولا ايه يا وعمر اتكلم في نقطه من شويه، انه
شويه مستر كولر بيدرس المنافس. الماتش الاولاني بس كان مع تاكيش جونياس طبعا. طبعا شيكو برضو. بس هي نفس السكواد يعني. نفس السكواد. انا سكواد اعتقد بيراميدز بقاله فتره طويله ما اتغيرش بشكل كبير يعني. يطلع واحد يخش كده يعني. عندهم ثبات دايما شويه اكتر من اكتر الفرق اللي عندها ثبات شويه في السكواد بتاعهم يعني. عمرو اتكلم في نقطه انه مستر كولر ودي ميزه مهمه جدا جدا ودايما بقولها انه عنده تحضير للمباراه بشكل كبير وكل مباراه منفرده بيدرس المنافس بشكل كبير جدا جدا ما عندوش استعجال الهدوء اللي عنده ده بيديله ثقه كبيره جدا وبيديله ما عنديش مشكله ان يسيب استحواذ للفريق المنافس ما عنديش مشكله انه في هجمات خطر عليا ولكن انا عارف بحضر دايما للخطوه اللي جايه ودي دايما بتبقى صفه الكوتش اللي داخل الملعب اللي بيقدر يفكر يقدر يلعب على نقط الضعف اللي موجوده في الفريق. هو انت امبارح ما سبتش استحواذ يعني انت رقميا يعني انت تراجعت شويه بس ولكن انت كنت يعني متراجع يعني كان في جيم مفتوح بس ده الكلام ده على الفرقتين يعني احنا قعدنا 45 دقيقه الفرقتين يعني كان كده على خدنا ونتفرج على طبعا ماتش او شوط اول مقفول خالص لكن تطوير الاداء من فتره طويله من مستر كولر في خاصه والحقيقه دايما بقول ده خاصه في خط وسط ملعب النادي الاهلي تطوير الاداء ده الهجومي اللي كان الحقيقه مصر كلها مش النادي الاهلي بس عندنا ضعف كبير جدا جدا في خط وسط او لاعبي خط الوسط في مصر كلها مفيش مش عايز اقول الاندفاع الهجومي ولكن مفيش التكمله الهجوميه الجيده النهارده بنشوف حمدي فتحي النهارده بنشوف السوليه النهارده بنشوف مروان عطيه رغم انه بيلعب بيأدي الدور الدفاعي بنسبه 100% والتغطيه خلف كل الخطوط يمين وشمال زي ما اتكلم عمرو في النقطه دي الحقيقه يعني اداء مقنع ومرضي بشكل كبير جدا جدا من مروان عطيه امبارح ديانج المصري ديانج المصري فعايز اقول التطوير اللي يعني حصل في خط وسط فكرني بديانج في بدايه لما جه في البدايه بس هو زي ما اشرف بيقول هو ذكي ما بيفقدش قوته كلها في الزيادات هو تملي تحت الكوره فبتلاقي تملي الميس باس عنده مش موجود كورته سليمه جدا جدا فعلا وخلف الكره دايما في الناحيه الدفاعيه خلف الكره في الناحيه الهجوميه كمان بيكمل بشكل كبير وسليم ودايما متواجد في الكره الثانيه دايما يعني الكره الثانيه امبارح في 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 مباراه بيراميدز مروان عطيه اساسي بنسبه كبيره جدا لو شفنا ال 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 يعني التمريرات وقطع الكره هتشوف من بدايه قد ايه مروان عطيه كان ليه دور كبير جدا جدا في الكره الثانيه ففي يعني انا شايف ان في تطوير كبير جدا في خط وسط ملعب النادي الاهلي في الفتره من بعد ما تولى مستر كولر الاداره الفنيه النادي الاهلي في التكمله الهجوميه وبنشوف النهارده ديانج بنشوف سوليه بنشوف مروان عطيه بنشوف حمدي فتحي كل دي اسماء ابتدت تكمل وتيجي تحرز اهداف في تصويبات كتيره جدا جدا كنا محرومين منها من فترات طويله الحقيقه في خط وسط ملعب النادي الاهلي هو ده المدير الفني اللي كنا بنحتاجه الفترات اللي فاتت انه يبقى عنده فكر تطوير للاداء اكتشاف بعض اللاعبين اكتشاف مواهب المختفيه في بعض اللاعبين لان في لاعب يفضل عندك موسم واثنين انت مش قادر تطلع منه كل حاجه فالحقيقه انا شايف ان مستر كولر مع الجهاز الفني كمان كابتن سامي مصطفى اكيد له دور كبير جدا جدا مع مستر كولر وشايف الحقيقه ان الاداء مميز خلي بالكم على مستوى النتائج كمان وانا فاكر يمكن طلعت مع احمد محمد قبل كده واتكلمنا ان الناس في جمهور النادي الاهلي غاضب جدا جدا الفترات اللي فاتت من نتائج عمرو طبعا وحزين جدا جدا لكن على غاضب من الاداء ولكن على مستوى النتائج فعلا ما عندكش ماشي مشكله كبيره مشكله انت متصدر الدوري واخد بطوله السوبر النهارده الحمد لله واخد بطوله الكاس ماشي بشكل جيد في افريقيا خلاص الحمد لله عديت المرحله او الازمه اللي كانت موجوده يعني علامه كامله حتى اللحظه علامه كامله مش مطلوب ما فيش حاجه تانية تعملها اكتر من على مستوى حتى في مباراه الدوري انت ما خسرتش ولا مباراه لغايه النهارده عدد مباراه الفوز وحتى على مستوى التعادلات 5 تعادلات فقط ما خسرتش ولا مباراه في الدوري اهدافك انت افضل خط هجومي افضل خط دفاعي فانت بتتكلم في الحمد لله في اداء مميز جدا جدا لفريق النادي الاهلي على مستوى النتائج وبالنسبه للمدير الفني برضه في اول موسم يعني طبعًا. طبيعي جدا ومدير فني ما يقدرش يحط بصماته كامله او تقدرش تقيم تجربته او تقدرش تحس انه رؤيته بقت كامله مع الفريق جاي على سكواد هو مفروض عليه ما بعض التدعيمات اللي هو اختارها يعني وعلى الرغم كمان انه بنشوف واحده من الحاجات اللي تتحسب لكولر جدا انه في لعيبه مستواها مع كولر فرديا
اتطور بشكل سريع جدا. هو ده اللي انا اقصده يعني ان في فعلا لاعبين على المستوى الفردي اتطوروا بشكل كبير جدا وعلى المستوى الجماعي كمان. يعني انت شفت حسين شحات مثلا في فتره من فترات كان في دروب كبير ابتدى يرجع على المستوى بشكل كبير. هاني اكتر واحد عوده كهربا كمان بهذا المستوى كان في شغل كتير جدا 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 قبل ما يظهر بهذا الشكل أكيد. مروان عطيه خالد عبد الفتاح لا في الحقيقه وبالمناسبه الحقيقه الف سلامه على رامي ربيعه طبعا يعني من بعد ما ابتدى هو كان مبتدي موسم بمتولي ومنعم رامي جه دخل في الصوره قدم مستوى رائع جدا. ياسر ظهر امبارح بمستوى اكتر من رائع. يعني كان في ناس تقول لك لا متولي ومنعم بقوا في حته ورامي وياسر ممكن يبقوا بدلاء كويسين. لا انا شايف ان الاربعه الحقيقه كل واحد لما ظهر خد الفرصه فيهم قدم مستوى كويس. ميزه مهمه جدا يعني بما ان كان على مدافعين بقى طبعا هقول لك على حاجه يعني يمكن انا تملي كنت بقول من ايام سواريش ليه محمود متولي احنا مش بشبه بقول ان بدر بنون انا تملي الحته دي اما بيكون لعيب كويس او بيلعب جنبي مصدر العدوى بيقرب لي ان انا بتعلم هو ايه اللي عنده كويس. الراجل من اول يوم شغله كله باين قوي انه بيحب التحضير بكره عبد المنعم وكره متولي. اما متولي اتعور بقيت انا بلوم على رامي وياسر ليه ما بقاش نفس المواصفات دي. ليه سيبك من اللي بيتقال حواليك سيبك من السوشيال ميديا انت هتجدد مش هتجدد فكر انك انت تجبر اي حد بالرجوع تاني لمستواك ولتجديدك ولبيتك اللي انت موجود فيه. من كلام اشرف انت الراجل عمل اربع خمس حاجات واضحين من بعد مباراه السوبر. يمكن في مباراه السوبر كنت مع حضرتك محمد الراجل قال لك انا اول لما نزلت من الطياره سالوني عن الملف بتاع السوبر بس بيكلموني عن مباراه الزمالك. كل الاجواء اللي حواليك من السوشيال ميديا قعدت تشكك الراجل ده بقى له سنتين فين والراجل ده ليه مش موجود هو الراجل ده اصابته هو الراجل طلع وقال انا كان عندي مشكله في ركبتي وقعدت سنتين ان انا كنت عامل عمليه معينه صحيح. وخرجت الراجل اما جه بيقول في موقف معين في مؤتمر بيقول انا جات لي فكره مجنونه واخترت الكهرباء. فانا بيني وبين نفسي قلت هو عارف كهرباء منين؟ جمعت حوالين الموقف نفسه افتكرت ان ياسين مكيلي اللي موجود معاه في الجهاز كان مع كهرباء سويسرا محل الاداء مع اداء كهرباء وتركيزه وبعده عن اي حوالين اي حاجه تخص السوشيال ميديا والصحافه وتركيزه في المباراه بس ابتدى راجل 12 مباراه ب 12 هدف يبقى انت راجل بتعلي مستوى ادائك وثقه الراجل فيك انت كافئته وهو كافئك هو كافئك بثقته ان هو يديك وانت كافئته ان الثقه في محلها. ارتفاع مستوى الاداء الفردي لهاني والحسين والتاو رغم اصاباته الكتيره و90% في اي تقرير بيتقال طبي ان اصابه تاو في نفس المكان كانت كتيره. الراجل صبر عليه وبعدين قال لك ما تفكرونيش باي حد يجي يسالني ان تاو جاي له عقد احتراف او اي اعاره خارجيه انا محتاج الراجل ده ما تكلمونيش في اي حاجه تانية. ارتفاع مستوى الاداء الجماعي حمدي فتحي ايام موسيماني كان الشغل كله دفاعي بحت ما بتشتغلش غير في الديفندر اللي بيلم كل الشغل من تحت الفراوده. لا غير المواصفات اي مدير فني قعد مكان كولر عمره ما يستغنى عن اليو ديانج لازم يكون موجودين في ال11 اللي في الملعب. لا الراجل شاف حاجه تانية علم مروان درس صغير في مباراه المقاولين في الكوره اللي رجعت ودخل منها الهدف ابتدى يتعامل من الحته دي وعلمه ومروان استفاد من التعليم لصغر السن وتطوير ادائه ابتدى كورته تبقى باينه قوي امبارح كانت بتيجي على هيئه جبهات حسين وقفشه ومروان الجهه الثانيه تاو وهاني ومروان. ايه ده هو الراجل هنا وهنا الربط ما بين زياده عبد المنعم وهو النقطه اللي كان بيعملها مالو الجوزيه اما لاعب حسام غالي الليبرو المقلوب من قدام الاثنين المدافعين. طب ما الموضوع سهل اهو الموضوع ما عندوش صعوبه وعلى قد القماشه اللي موجوده والناس برضو علقت ما قامتش ولا قعدت على موقف ان انا بتكلم عن فراودتي. انت دلوقتي عندك فراودتك احسن من خط هجوم زي ما اشرف بيقول. ايوه بس مش مقياس يا كابتن عمرو. انا ما اختلفتش ولا ما اختلفتش في دي طبعا هي مش مقياس ولكن عمرو يقصد يعني انت صحيح إنه كهربا من ساعه ما رجع فعال بشكل جدا بشكل كبير فعال صناعه وفعال تهديف صحيح على مستوى الارقام انت اقوى هجوم سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري المصري مفيش فريق مسجل نفس العدد بتاع الاهداف بتاعك. لكن هل تقدر تقول انك انت الاهلي العلامه الكامله هجوميا او الاهلي 10 على 10 هجوميا ولا الملف الهجومي ده لسه ما زال صداع محتاج تمام طبعا محتاج يعني لسه طبعًا. بحتاج فيها لا وعمر اعتقد انه ما يقصدش ان انت مش محتاج تدعيم انا لا انا بص هكلم في الحته اللي تخص اشرف حته فراوده اشرف انا محتاج هو عنده الحس التهديفي من احسن لعيبه جت في مصر الحاجات اللي على الطاير دي ما تسالش غير على اشرف ممدوح بس وانت بتتكلم في دي
طب انا محتاج، بس انا دلوقتي بتكلم في الواقع اللي معايا ان انا ما عنديش انتقالات، ما عنديش حاجه دلوقتي لحد نهايه الموسم. يبقى على اللي انا عملته ككولر وطورت من اداء فراوده مش فراوده صح، يبقى انا كده ماشي صح. من نجاحاتي مظبوط ترستاو، من تطوير اداء كهربا من كمان تطوير اداء حسين الشحات. بص يا محمد، المكسب عايز تشوفه بجد في السبرنت اللي عمله محمد شريف ورا حمدي فتحي. ده كان في السبرنت اللي عمله على كهربا. في حاجات كده بتخليك تبقى قاعد في الملعب. فيرود هداف وجري على كهربا، والاحساس نفسه، الروح، الشكل العام اللي انت شفته. من ضمن مكاسب الراجل ده وفر بدلاء النادي الاهلي. انت عندك بره 9، انت محتار تلعب مين؟ كلهم زي بعض، كلهم كنت مستنيين تشوفوا حد نفس البارح يعني كان نفسكم في حد اسم من الاسماء الموجوده على البنش. انا بقالي فتره طويله نفسي اشوف قندوسي ونفسي اشوف كريستو، يعني فعلا عندهم امكانيات كبيره كرة. جدا متفق معاك جدا، مهاريين جدا طبعا. من اللعيبه اللي عندهم كرة حلوه نفسي اشوفهم مع الاهلي. صحيح يعني بس ممكن مثلا انت تشوفه، بس هو بينقي الوقت المناسب اللي ينزله فيه. وممكن يبقى هو طبعا هو راجل ادرى يعني، وهل هم فنيا بدنيا جاهزين ولا جاهزين في مباراه صعبه ومهمه زي دي؟ خلي بالك انا واثق انهم جاهزين 100%. ما عندناش انا على ودي النقطه اللي اتفقنا فيها كلنا. انا كنت بتفرج على بطوله افريقيا بتاعه الشباب على ماتشات تونس عشان اشوف كريستو. يعني جاهز جدا، لعيب هايل، واحد من افضل لعيبه منتخب التونس. مفيش لاعب، ودي نقطه مهمه جدا 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 في النادي الاهلي في التوقيت الحالي، انه اي لاعب بيغيب فتره طويله بيرجع جاهز. يعني مجرد ما بتحتاج له محمد بتلاقيه موجود بعلامه مثلا 7-8 من 10. أيوه. موجود. رامي ربيعه فتره اصابه طويله جدا ورجع جاهز جدا. صحيح. متولي كان بعيد جدا جدا ورجع جاهز جدا. ياسر ابراهيم بعد ورجع بشكل كبير. كهربا عندنا اقرب مثال، كان بعيد جدا جدا وراجع الحمد لله بشكل كبير جدا ومهم جدا. فانا عايز اقول ان ده مش بس شغل اللاعب، ده شغل الجهاز الفني وشغل المعد النفسي والبدني اللي بجد نفسي كمان اشوفه. يعني حتى لو ما كنتش متوقع ولا مستني اشوفه امبارح، بس اللي بجد نفسي اشوفه وشايف كمان ان ظروف معلول انا الحقيقه مشفق عليه جدا بصراحه. يعني عنده ارهاق بدني يعني شايفه، انا شايفه حاسس بيه في الملعب. بحس ان في مناسبات كتيره جدا ممكن قوي يبقى، يعني ممكن يبقى ليه دور ايمن اشرف. يعني شايف انه الحته دي ممكن على الاقل السيزون ده يعني نهايه وجهه نظر قناعات او طبعا حته ناحيه الشمال. في ناحيه الشمال دي يعني في ماتشات في الدوري. يعني انت جات لك يا محمد فتره كنت كان بيلعب محمد اشرف شويه كوكا. ايه ده، هو راجل جاب من ناحيه ورفض خليل ناحيه الشمال. طب انت وانت بتفكر الراجل برضو اكتشف كريم فؤاد في اول الموسم. كان بيلعب كريم في حته معينه زي ما اشرف قال، لو رجعت اكرم رجع من بعيد انت بتساعدني، انا شايف انك انت كويس. هو الراجل يمكن عايز اقول لك ايه، يمكن طارق دياب بيتكلم عن كريستو ان هو امل الكره التونسيه الفتره القادمه. الراجل مش عايز يحرق الكارت ده. في وقت مناسب هيدخله. بس هو انا احساسي كمان كابتن عمرو انه قناعته بكريستو بعد بعد بطوله افريقيا بتاع الشباب زادت كتير. يعني واضح انه مع اهم درس القعده اللي قعدها مع علي معلول. علي معلول عرف كريستو هو جاي يلعب فين، هو جاي فين. طبعا انيس بلوجلبان 90% قال له انت طبعا جاي النادي الاهلي اللي انا كنت موجود فيه. بس زي ما انت قلت، مجرد بطوله افريقيا للشباب دي ادت كريستو 10 درجات فوق المستوى اللي الراجل قيمه فيه. برضه خالد عبد الفتاح من الحاجه الصعبه جدا. أيوة. انك تجيبني باك رايت، زمالك سرد باك، الماتش اللي بعديه باك ليفت. يعني انت شفت فيا حاجه، طور اداء خالد عبد الفتاح الهجومي. خالد وهو في سموحه باك رايت. يعني كان تملي الكرام يعني. صريح طبعا الكرام. القرار كان ما بين اثنين، النادي الاهلي، ما بين خالد عبد الفتاح وهشام صلاح. أيوة. هشام في الحته بتاع الاتحاد، الحته الهجوميه اكتر، هو عايز الحته الدفاعيه عشان تاو وحسين هيزودوا الحته الهجوميه. برضو الراجل ذكي، خد من هاني حاجه معينه زودت هاني مع المنتخب. تخيل ان هاني بقى ليه دور كبير في المنتخب في وجود زيزو وصلاح الجنب اليمين بالذات. فانت طورتني فنيا فردي ومع الجمعيه بتاعت اداء الهجوم. هاني لعب جيم جامد امبارح على رمضان جدا. هاني من فتره الحقيقه يعني كان واضح انه مركز بيزيد. يعني بيزيد وثقه بتزيد بشكل كبير،
والتطوير اللعب الجماعي ده مع فريق النادي الاهلي فرق كتير جدا جدا في انضمامه للمنتخب المصري طبعا. عايز اتكلم في نقطه بس، ويمكن انا عشت انا وعمرو ده في النادي الاهلي، غرفه ملابس النادي الاهلي. يعني لو فاكر عمرو ان لما كان يبقى عندنا ازمات في على مستوى النتائج او اوضه اللبس بقى، اوضه اللبس يعني كان كابتن شوبير كابتن عبد صادق انا فاكر احنا كنا بنروح ناكل يعني فاكر عشان نروح يعني كانت والله اللعيبه الكبار كان ليهم دور كبير جدا جدا لما دي، واننا نروح مثلا عند كابتن عبد صادق في 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 البيت عنده عزومه لكل الفرقه ونقعد احنا بس من غير جهاز فني للتجميع او عشان نعرف نلم نفسنا تاني. كابتن شوبير كابتن حسام كابتن ابراهيم كابتن اسامه عربي اللعيبه الكبار دول، طبعا مش عايز انسى حد، لكن كل اللعيبه الكبار الحقيقه وقتها كان ليهم دور كبير جدا جدا في غرفه الملابس، انه يبقى ليك دور في انك ترجع، وده اللي فرق كتير جدا جدا في انك تقدر ترجع في بطوله دوري ابطال افريقيا الفتره اللي فاتت، لان انت الحقيقه كنت بعيد وكانت محتاجه مش بس اداء فني، انت محتاج بقى معنويا داخل الملعب تقدر ازاي ترجع، تقدر ازاي تقاتل، تقدر ازاي تعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه، جمهور النادي الاهلي قد ايه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي كله، كل الحاجات دي لازم تضغط عليها في غرفه الملابس من اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين. وانا بشكرهم على المستوى الشخصي انه كان ليهم دور كبير جدا جدا انه النتائج ترجع بالشكل ده مره تانية، واداء والاداء وعلى مستوى النتائج يرجع النادي الاهلي بالشكل ده. بمناسبه اوضه اللبس عايز ارجع معاكم لذكريات التسعينات. ببص كده على جدول الدوري في التسعينات مثلا ايه الاقي الاهلي مثلا السنه دي شرايط كاسيت شرايط كاسيت ولا كانت سيديات مش شغاله دلوقتي يعني مش لاقي اصلا الاقي مثلا الاهلي لعب في الدوري 30 مباراه اتعادل ماتشين ثلاثه ومفيش خساره او مثلا اتعادل اربع مباريات وخساره واحده. تبص على معدل التهديف مثلا تلاقي مثلا الاهلي جايب اكبر معدل تهديف والسنه كلها خمس تجوان بس في مرمى الكابتن شوبير على مدار الموسم كله. كان عندنا وحوش كان عندنا وحوش يعني كان عندنا رهان مره رهان ان احنا مره وصل بينا الاسبوع ال 18 شبكه شوبير العذراء مفيش ولا هدف ولا هدف ويمكن كان مباراه المحله وكسبنا 3-1 والخواجه كان مصمم ان يحصل تغيير ان يطمن على كابتن شوبير وينزل تبان سوتو ودخل فينا جون كان هناك كسبنا 3-1 وكانت غلطه وكان لسه اول مره تبان سوتو يبقى موجود معانا في الاسبوع 18 تبان سوتو ده كان مليسوتو صح؟ مليسوتو ده لاعب النادي الاهلي هنا وهناك لوحده كان حارس مرمى يعني محترم وده الهدف بس الوحيد في وجود كابتن شوبير كان يعني ما كانش بياخد فرص كتير طبعا يعني لا انت في الوقت دوت بص لا هو حراسة المهام هو شوبير نفسه قعد عشان ياخد فرصة كتير كده جدا مهام يا محمد كل واحد والحضري ورا كابتن شوبير عشان ياخد فرصة قعد هي دايما هي كده هي بس اللي يمسك فيها ما يسيبهاش ده حقه احنا يعني هقول لك على حاجة من ضمن الحاجات انت بتقولها غرفة خلق الملابس دي كان عندنا برواز كده خشب يتحط فيه الأسماء ايوه احنا ما بيناش نروح نبص عليه عشان ال 22 معروفين مش هنروح نبص عليه خالص واحنا في التمرين واحنا مش في التمرين مش هنبص احنا مش موجودين انا عن نفسي قعدت 16 مباراه مش بروح ابص عليها خالص ده البرواز محطوط في قائمه المباراه سعيد احمد يجي يعدي يلزقه بالدبوس وانت في التمرين بتطلع تلاقي تطلع تلاقي مين اللي موجود عشان يجهز نفسه ويلبس عشان يطلع الاتوبيس كان مين مدير فني يا كابتن عمرو كان مستر حارس تخيل بقى لما تقعد مع مدير فني انت حضرتك يعني عايز اعرف ما لعبش ليه كان طبعا الله يرحمه الكابتن طارق سليم قاعد فالكلام بحساب الكلام بحساب ترفع ايدك عايز يقعد معانا فقال لك اقعد فردي بعدين قال لك لا كلكم مع بعض كابتن طارق بالنسبه له ألان هاريس كان اللي يقوله موافق عليه تماما هو كان مدير فني محترم جدا الحقيقه الراجل لابس من غير تيشيرت والشورت وقاعد في الاوضه وكابتن طارق ماسك السيجار في بقه وهو يحكي وكابتن شاطر يترجم وكابتن طارق يقول موافق انت بقى هتسمع مش هتتناقش لا مش بفكر فيكوا دلوقتي انت بقى انت هتقول له ترد تقول له ايه لا افكر طب قول اي حاجه مره طيب مره بالترتيب كده انا ومشير وايوب قال لك انا هي طريقه الاربعه جمال السيد وكابتن علاء وناحيه الشمال اذا كان يوسف او نخله او عماره وناحيه اليمين بس كان يوسف اكتر زي ما عشرة بيقول وابراهيم حسن طب خلاص تخيل بقى اما يجيبك بقى فاضل دور قبل نهائي بطوله افريقيا وتقعد معاه في الاوضه هم يقول لك ايه انت هتلعب بكره ترد تقول له ايه مش لاعب لا ما يقدرش مش هلعب مش لاعب بقى خلاص فرصة العمر دي لا انت بتناقشه بقى وهناك ارجع دكتور علاء شاكر ساعتها بص اما تلاقي
كل حاجه موجوده من خبرات وكل حاجه من مواعظ موجوده جوه النادي الاهلي في كل التخصصات. اجهز عشان لو جات لك تمسك فيها ولو ما جات لك وما مسكتش فيها ما تلومش الا نفسك. طب هترد تقول له التحديات طبعا كبيره جدا يعني. طب كابتن اشرف في التوقيت ده يعني في الفراوده كان عندك كان في معاك في نفس الجيل حسام حسن، احمد فيليكس، أيوة. كابتن رمضان، كابتن محمد رمضان طبعا، كابتن ايمن شوقي، واحيانا عادل عبد الرحمن كان بيدخل واحمد عبد الفتاح واحمد عبد الفتاح. يعني الست فراوده يعني كل واحد منهم يشيل فرقه. كان عامل ترتيب ألان هاريس؟ طبعا كان عامل ترتيب، طبعا كان عامل ترتيب، لكن في بعض وعامل ثنائيات الاهلي بيلعب باثنين في الوقت ده، اثنين في الوقت ده طرق اللعب كلها كانت في التوقيت ده اثنين اثنين. بص كان صعب جدا يعني، يعني فكره انك تطلع حتى وانت صغير انك تتمرن فوق يعني عمرو اكيد فاكر الفتره دي كان صعب جدا في مصر كلها مش بس في النادي الاهلي يعني لانه الاجيال الفتره دي كانت قويه جدا جدا خاصه في النادي الاهلي. يعني احنا كان عندنا كابتن حسام حسن، كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوقي، الثلاثه موجودين منتخب مصر. فيليكس كمان كان قوي جدا جدا الفتره دي، فانك تطلع كمهاجم وكان معانا تامر باجيتو طبعا يعني كان صعب جدا جدا انك تدخل وتزاحم وتلعب، كان كانت مواضيع صعبه الحقيقه جدا. كانت فرقتين يعني كانت فرقتين انا فاكر في يعني في التسعينات يعني اتقسمت الفرقه فرقتين، لما تقف في التتش وتلاقي الفرقتين بيلعبوا بعض في الطريق يعني ماتش انت مش عارف مين فيهم مين فيهم مين الفرقه فيه والتحديات بقى ورهانات بقى ومين يبقى موجود هنا. وحصلت افريقيا وبطوله عربيه، فرقه لعبت في اديس ابابا وفرقه لعبت في تونس. في تونس دي حقيقه فرقتين زي ما بيقول عمرو فعلا، والفرقتين جاهزين جدا جدا. والحقيقه البالانس اللي كان عامله مستر هاريس والجهاز الفني في انه الكل موجود والكل حاسس انه ممكن يلعب، صحيح في يعني في اسماء موجوده بقوه جدا لازم تبقى موجوده في الملعب، لكن انت عندك امل دايما انك موجود او خلاص طالما اتحطيت خلاص هو ممكن تلعب في اي وقت. زي ما قال عمرو كده انت جيت من بعيد جدا تلعب في افريقيا فاينل افريقيا او قبل النهائي فده عادي، ده كان موجود بشكل كبير. كاس الكؤوس يعني الافريقيه انا حكيت لاحمد قبل كده عمرو لو فاكر في نهائي الدوري كسبنا فيه اسماعيلي هناك 4-3، فاكر الاسبوع ده كله انا هلعب. طب انت فاكر قبلها باربع ايام احنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا المفروض كنا موجودين، ده غير المباراه الفاصله اللي كانت في اسكندريه. هي دي الفاصله في اسكندريه. احنا كانوا ثلاث ماتشات بالترتيب بالظبط. شبين، الترسانه، المصري، والمباراه النهائيه. ده في حاله ان الاهلي لو كسب المصري خلاص مش محتاجين. فحصل درون بين قد بعض فقال لك مباراه فاصله تلعب في اسكندريه. ايوه صح. كسبنا الترسانه 3-1، كسبنا شبين 3، تعادلنا مع المصري بورسعيد 0-0. جالنا الخبر ان الاسماعيلي كسب الاتحاد في اسكندريه 5. مباراه الشهيره كانت في ختام الدوري. ما روحناش. الراجل قال لك اطلعوا، لا قال لك اطلعوا معسكر في احد الدور في مصر. يمكن انا قلتها دي، بس الراجل كان اشرف في حته في دماغه على فكره. كان من ضمن في لعيبه كده معينه موجوده في النادي الاهلي، يعني ألان هاريس مره في حديث بينه وبين الكابتن رمضان والكابتن طارق قاعد، كابتن رمضان طلب اجازه من 4 أو 5 أيام، فقال له لا ما ينفعش انا لسه جاي وبكرر مين يبقى موجود معايا ومين مش موجود. كلهم موجودين في التمرين في التتش حته الصايم عن التهديف. فالكابتن رمضان رجع بعد ال5 أيام قال له براحتك انت بقى اللي مش هتبقى موجود. كابتن رمضان تيجي كده يعملها كده جول، تيجي يعملها كده كده جول. قال له لا لو انت فرود بالمواصفات دي وبتجيب، لا خد الاجازه اللي انت عايزها وتعالى تعالى لي بقى انت خلاص جاهز. خلاص ما ماتش الاسماعيلي انت مش متخيل. اشرف بيقول لك احنا بتسمع عن موقف معين من مدير فني كان ساعتها ماركوس الارجنتيني، قال لك انا هكسب واحنا نازلين نسخن، شاور جمهور النادي الاهلي برقم معين. احنا مشدودين كلنا قبلها بثلاث ايام معسكرين في اسكندريه. واشرف يحكي لك بقى كواليس المباراه دي كانت عامله ازاي. انت كنت بتقول كنت هتشارك. اشرف اللي هيلعب انا هلعب خلاص انا هلعب الماتش ده. يعني ظروف بقى الكابتن رمضان وتواجده انه خلاص يعني بعد المباراه، اعتقد ان الكابتن رمضان قرر بعد المباراه يا عمرو كان عنده الدكتور كان مكرر له انه يعمل عمليه في ركبته، فالكابتن رمضان اجل العمليه لبعد المباراه وياخد القرار ان انا لو خدنا البطوله خلاص انهي واعمل العمليه بعدها على طول. فالحقيقه يعني انا قلت لك ان يعني مستر هاريس قعد معايا واتكلم معايا في فتره طويله يعني، و
لو فاكر احمد قلت لك ان انا كان من يعني من اكتر الحاجات اللي زعلت عليها، لكن كل حاجه طبعا نصيب يعني. أي. لكن كابتن رمضان الحقيقه يعني كان واحد من اهم الفراوده في تاريخ مصر. هو فعلا في المباراه دي كانت مباراه مهمه. المباراه دي يعني كانت يعني هي كانت حباية جدا بصراحه. لا جدا بص جداً. من ضمن كواليس المباراه دي قليل قوي ان حد يعرفها، ان احنا كنا قاعدين في احد الدور في المباراه دي طبعا عشان اللي مش يعني على 94 مباراه فاينل الدوري، مباراه فاصله تحدد مين بطل الدوري، اتلعبت في اسكندريه وفاز بيها الاهلي 4-3 وحسم لقب البطوله لصالحه. كان 4-0 كان الاسماعيلي، الاهلي عمره ما بينسى المباراه دي. كان الاسماعيلي، كان الاسماعيلي في التوقيت ده يعني داخل في المنافسه على البطولات بشكل كبير، غير نسخه الاسماعيلي طبعا اللي موجوده هنا. كنا موجودين في احد الدور ونتمنى الاسماعيلي يرجع يعني من كل قلبي والله طبعًا. اتمنى الاسماعيلي يرجع مره ثانيه. كنا في احد الدور وقبل الماتش بيومين، احنا لعبنا جمعه والماتش يوم الاربع، جالنا نجم من نجوم مصر طبعا كابتن محمود الخطيب ودخل خبط علينا، فانا اللي كنت في الاوضه انا وجمال وابو الدهب. فجمال قال لي قوم افتح، فقلت له ما تروح انت تفتح انت. انا وقفت ما مكاني ما فتحت الباب انت، انا اللي فتحت الباب. فكابتن محمود انا فاكر هقول لك اللي كان لابسه كمان كابتن محمود، تيشيرت اورنج وبنطلون كاروزيتي وشوز. فاكر الموقف ده انا حكيت لك عنه، نفس الموقف قلت لك كابتن الخطيب وكابتن قلنا برضه ليهم مش هتقول ليهم طبعا ليهم. طبعا يعني بالليل متاخر دعم غير طبيعي يعني. فكابتن محمود قال انتوا عارفين هتلعبوا مع مين؟ احنا كان معروف ان انا هلعب انا ومشير، فقلنا له كابتن. فقال كده بالظبط، قال مشير انت مكلف بالعجوز وانت مكلف ببشير. تعرف ان بشير هداف الدوري، بشير عبد الصمد لو زود كان هيبقى اهداف، هيبقى هداف الدوري. قلت له ماشي كابتن. قال الاثنين دول مالكوش دعوه بالباقي، هادي يقدر يلم نص الملعب، كان ساعتها عصام عبد العال وايهاب جلال. فعلا كانت فرقه محترمه جدا، خلاص جدا وكاملين يعني. انا اقول لك سعفان وايمن رجب وحمزه جمل وفوزي جمال وعصام عبد العال وعصام عبد العال وايهاب جلال وبشير عبد الصمد وكابتن عماد وبشير عبد الصمد. كانت فرقه وادهم ارحمه وطول عمر الاسماعيلي الحقيقه عنده فرقه عنده كره محترمه يعني. انت بقى اول 10 دقائق وليد بيلعبنا احنا مش بيلعب فرقه اسماعيلي بقى الحاجات، وكابتن رمضان جونين خلاص، والجون الثالث من بدايته كابتن رمضان، وبعد كده كابتن ايمن شوقي. احنا كنا بتالي لغايه 4-0 يعني كان ده في مفاجاه حصلت بعد ما خلصت النتيجه 4-3. كابتن طارق سليم وقع عقوبات ماليه اعتقد صح عشان 3-3 حصل لقطه كانت يعني انت فايز بالدوري وفايز بالدوري واحنا داخلين الغرفه الكابتن شطه تملي بيتكلم من اللي بيقوله ألان هاريس. هاريس كان بالنسبه له عارف قوه المباراه، واحنا مش عايز اقول لك كان مصدوده ضربه جزاء كبشوبير من بشير و4-3. ف موقف حصل، فاحنا قلنا ألان هاريس دخلنا الغرفه انا ومشير ليه، ان جمال كان ساعتها عنده تسمم قبلها بثلاث ايام. كابتن جمال السيد. وهو اصر ان هادي اللي هيلعب ليبرو وعادل او الكابتن اسامه اللي هيلعبوا على الدايره في الماتش ده. صحيح. فاحنا دخلنا له قلنا له يعني هادي بيشيل عننا حاجات كتير وسيب جمال. فجمال قعد الثلاث ايام ما بيتمرنش معانا، كان قاعد معايا في الاوضه ساعتها. بعد الماتش خلص خالص بقى في كابتن شطه داخل في الطرقه واحنا داخلين احنا فرحانين بطولة. ان الوقت ما يطولش عن كده خلاص فقدنا التركيز والمان وكل حاجه. فكابتن شطه بيقول لي كابتن طارق انا مش عاجبني الاداء ده. كابتن طارق بقى قلب الدنيا في الغرفه. ايوه انا فاكر انت قلت لي حاجه زي كده. قلب الدنيا في الغرفه بقى كابتن طارق، يعني ما كانش حد بيقدر يوقف الكابتن طارق في الكلام او يحضنه لاي انفعال غير الكابتن اكرامي او كابتن حسام وكابتن بيبا وكابتن رمضان. اي حد فينا تاني ايا كان حتى كابتن شوقي خلاص الموضوع منتهي. انت بتبقى قلقان من رد فعله. يعني مره من المرات وهو بيتكلم معانا في المحاضره في الاوضه بيشرح حاجه، فياسر ريان كان مكسر الدنيا في ماتش المقاولين، مكسر الدنيا شاري فرقه المقاولين، فخد هيثم حسين وقام واخده ناحيه الشمال وقام عامل اوفر جابها الكابتن ايمن شوقي جون. فالراجل ياسر المفروض هيخش من جوه، فالكابتن ياسر بيقول للكابتن طارق ما هو قال لي اشتغل زي ما انت عايز، فانا دخلت جوه ما رضيتش اطلع لبره. قال له لا هو قال لك اخرج بره يبقى تخرج بره، الكوره دخلت جوه. فهو بيشرح لياسر الكلمه كابتن طارق يعني وبينفعل علينا. فالله يرحمه كان على يمين احمد فهمي، فبيقول لاحمد فهمي وانت احمد جاله شد. واحنا في الاوضه جاله شد جاله شد. انت بتتكلم مع اشرف وفجاه قمت مشاور لك انت.
لا يعني كان في يعني مديرين كره في النادي الاهلي الحقيقه طول عمره مدارس طبعا مدارس كابتن ثابت البطل كتير الحقيقه كتير حاجه تانية الله يرحمه طبعا الله يرحمهم جميعا لا يعني الحقيقه مدرسه الاداره في النادي الاهلي مختلفه تماما ودي اللي بتدي دايما نجاح ودايما نجاحات ودايما انك موجود في منصات التتويج لازم يكون عندك اداره بتخطط النجاح المستمر اشرف ابدا 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 مش ممكن يبقى وان مان شو يعني لازم تبقى في منظومه طبعاً. وكل دور او كل يعني ترس في المنظومه دي عارف كويس قوي ايه دوره ايه هدفه ايه الصلاحيات الممنوحه ليه لتحقيق الهدف ودي واحده من اهم مميزات يعني منظومه العمل جوه النادي الاهلي ليه انا استرجعت ذكريات التسعينات عارفين يا جماعه اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش مستقبل أيوه. فاللي شفناه امبارح في استاد القاهره ده مش وليد الله انت ما شفتش الثمانينات بقى ولا ايه لا انا مواليد الثمانينات فرجعت في عصر التسعينات عشان الناس تبقى عارفه يعني برضو لا الثمانينات دي فيها صولات وجولات برضو طبعا. اجيال النادي الاهلي الحقيقه طول عمر اجيال النادي الاهلي بتادي باخلاص شديد جدا جدا والنتائج الحمد لله مميزه جدا على مستوى القاري ومستوى الدولي ومستوى الافريقي ومستوى المحلي بس الجيل ده يمكن يعني برضو الناس مش حاطه ده في اعتبارها يعني اللي بيشجع الاهلي بقاله 30 40 سنه ممكن يبقى فاهم الفوارق اللي موجوده ما بين الاجيال اللي سابقه والاجيال الحاليه الجيل ده واحد نمره واحد يعني عدد المنافسات والبطولات اللي بياخدها بقت اكبر بكتير جدا من زمان تو مثلا الدولي كان عندنا فتره دوري كاس افريقيا بطوله عربيه ما فيش اكتر من كده بالظبط كمان عدد الفرق اللي بتنافس في الدولي النهارده عدد الفرق مقارنه بعدد الفرق اللي بتنافس 14 18 كان في 12 كان في 14 12 النهارده بتتكلم على 18 دوري ابطال افريقيا اللي غير شكله صحيح. بطوله كاس العالم اللي بقيت بتشارك فيها هي دي اللي كانت ناقصانا طبعا هي دي اللي كانت ناقصانا يعني تخيل كده اول موسم جه فيه هولمان 95 عمل معسكر في المانيا فهو اول مره يبقى موجود معانا الاهلي كمان معسكراته كلها قبل الموسم بس هقول لك على حاجه الراجل ده بالذات ما بصش لاي تقارير الا ألان هاريس اما كنا موجودين قال لك هشوف انا بعينيا فقعدنا حوالي 10 ايام في الاكاديميه البحريه وشافنا كلنا في الملعب اما سافرنا اول مباراه لنا وديه هفكر اشرف كنا نلعب فرقه هامبورغ ثالث الدوري الالماني تخيل لما يخش يقول لكم في اوضه اللبس احنا كلنا قاعدين واحنا ابطال دوري يعني الشوط الاولاني لو خرج 4-5 ما تزعلوش على طول كده بقى له معانا 14 يوم وخايف على الناحيه النفسيه وبرده في النهايه إيه؟ عارف انه بتلعب ثالث الدوري الالماني باسلر كابتن منتخب المانيا كل دول في الملعب شوط الاولاني 2-0 لينا كوشر واحمد فيليكس 2-0 للاهلي قال لكم ايه بين الشوطين هو فوجئ يعني بالاداء جاله عروض هو لسه ماسكنا بقى له 14 يوم جاله عروض احنا موجودين تدرب بايرن ميونخ انت تخيل بقى واحنا في اخر المباراه يعني دخل فينا الهدفين هو مش مصدق ثالث الدوري الالماني واحنا ابطال دوري وهو لسه بيتعرف علينا اوراق اعتمادنا ليه بتظهر واوراق اعتماده لينا وطبيعته تخيل ان هاريس بيبلغنا من 94 ان الهضم ما يشتغل على الباك ما تسيبلوش الخط عشان ما يعملش كروس باس دخله جوه لو دخل من عند يوسف هيقابل الحديدي او مشير او ايوب او شرف او جمال يعكس الموازين هولمان بيدي مهام للسرد باك يزيد من ورا هشام حنفي او سيد عبد الحفيظ او ابراهيم حسن وكذلك الجهه الثانيه محمد يوسف من ورا ياسر ريان او اسامه عرابي. ما بكلمك من 94 وبكلمك 95 مدارس مرتين تغيير اداء كره مدارس وفكر مختلفه تماما انت مع فكره المدرسه دي يا اشرف يعني الاهلي جرب البرتغالي والالماني الالماني طبعا نصيب تهالي نصيب الاسد الماني طبعا في انجليزي فيه جنوب افريقي في مصري طبعا في مناسبات كتيره جدا واخرهم والسويسري مره مع فايلر وفكره المدارس دي فعلا يعني المدارس المختلفه شوف ولا ممكن نادي يلاقي شخصيته مع مدرسه معينه خلينا اقول لك حتى لو هنقيسها على اوروبا مثلا ايوه انت لما بتشتغل بفكر مدرسه واحده اعتقد ان ده كمان في اوروبا بيشتغلوا من تحت مش بس من الفيرست تيم بيشتغلوا كل المدرسه بتشتغل من تحت لغايه الفيرست تيم فده بيدي واستمراريه يعني بتقعد 5-6 سنين او 5-6 مواسم ده بيدي تطوير في الاداء كبير جدا جدا ومهم جدا ثبات في الاداء كمان
مش بس تطوير، لانك ما بتقلش يعني، انت خلاص بتحفظ ده وبتقدر تشتغل عليه فترات طويله، اللي طالع من تحت كمان حافظ وعارف بيشتغل ازاي مع الفيرست تيم. فانا اعتقد انك لما بتشتغل مدرسه واحده فتره طويله بتنجح بشكل كبير، وبيبقى فيه نجاحات على كل المستويات. أي. التغيير المدارس المستمر والكتير بيأثر. اعتقد بيأثر بشكل كبير وبيدي نتائج سلبيه طبعا. وده في مصر برضو شفناه يعني، لما بتشتغل مع مستر مانويل جوزيه مثلا فتره طويله مدرسه واحده، خلاص انت بتقدر تحقق نجاحات كبيره جدا. أي. لكن لازم يكون مع المدير الفني العوامل الثانيه اللي دايما بنتكلم عنها، الحمد لله انها موجوده في النادي الاهلي، العوامل الاداريه والاستقرار الاداري الكبير جدا اللي بيوفره دايما مجالس ادارات النادي الاهلي. على المستوى الفني طبعا الثبات في مدرسه واحده اكيد بيدي نجاحات كبيره جدا جدا يعني. طيب نرجع بقى للاحداث الحاليه، خلاص الاهلي فاز بالكاس، واحنا دايما عارفين ان الاهلي لما بيفوز ببطوله ما بتستمرش الفرحه اكتر من 24 ساعه يعني عشان تستعد للي جاي. عندك مباراتين في الدوري، وبعد كده عندك الرجاء الرياض المغربي ذهاب وعوده في 22 و29 ابريل. الفتره الجايه ايه اللي مطلوب من الجمهور؟ ايه اللي مطلوب من الجهاز واللعيبه وانت عندك مباراتين في الدوري قبل مباراتين افريقيا بعد الفوز بالكاس؟ هي دي الصعبه يا محمد قوي. دي اللي صعبه. ثلاث سنين تلاحم المباريات دي والمواسم دي حاجه صعبه جدا على النادي الاهلي. اوعدك ان شاء الله لو كان ليا نصيب وعمر واحنا في الاهلي في رمضان السنه الجايه هتبقى بتقول اربع سنين تلاحم مواسم ده كتير جدا. خلاص بس ما هي خلاص هي سنة. بقت عاد عندنا في مصر. انت ده انت عندك لسه انت لسه عندك السنه الجايه داخل عليك بطوله جديده اسمها سوبر ليج افريقي. عندك بطوله عربيه، بطوله هترجع تاني بس بشكل جديد وبعدد فرق اكبر، وعندك طبعا بطولات دوليه، عندك اولمبياد، وعندك بطوله الموضوع كاس العرب مش بيقل، وعندك كاس عالم 32 فريق بدل سبع، فالموضوع بيزيد ومحدش هنا واخد باله خالص. ما انا هقول لك على حاجه، شوف انت لسه بتقول احنا النادي الاهلي في الفتره دي، يمكن اشرف كان بيقول لك احنا العدد المدرسه اللي كانت بتبقى موجوده في الدرجه الاولى، انا ممكن اقول لك احنا كنا بنوصل ل 40 لاعب صحيح واحنا في التمرين. عشان اللي طالع معانا كان الجيل بتاع اشرف كان موجود ساعتها كابتن ابراهيم مع صامت ساعتها كان بيشتغل بنفس السيستم، اشرف وتامر وهشام حنفي وهشام حنفي واحمد سامي وتامر بجاتو وهاني العقبي واكرامي وزكريا ومهيب كان عدد كتير موجود، وخالد عبد المنعم صحيح، اسماء كتيره كانت موجوده بتطلع معانا، واحمد صلاح حسني وحسام غالي وشرف طلع معانا عدد كبير. اما كنت بتنزل او تبقى متواجد مش غريبه عليك. انت دلوقتي احنا امبارح 10 وهتلعب 14 وهتلعب 17 21 22 22 زدت يوم، يعني اليوم اللي انت كنت هتاخده راحه 18 بيتهيألي ماتش ال 17 اربع ايام 17 ثلاث ايام 17 2. حتى لو انت فكرت تعالج اي خطا عندك، هنتكلم في الكوره، مش هتلحق، مش هتعالجه في الملعب، هتعالجه بقعده وديه مع الراجل نظريا نظري. ولو فكرت بعد الشر عليهم كلهم، فاي حد يجي له اي شد او اي اصابه، انا دي وجهه نظري. هو انت في لعيب لو غاب النهارده على سكواد الاهلي تقلق؟ او في في مين؟ عبد المنعم أشرف. انا بالنسبه لي الفتره دي مروان عطيه الحقيقه. مروان عطيه في يعني يمكن عمرو اتكلم عنه، كنا بنقول قبل اتكلم عليه في البدايه قبل صفقه مروان وقنوسي، بما ان هم يعني الاثنين اللعيبه خط نص يعني سافيو وكريستو وشادي وخالد بره خط النص، فما فيش عندك صفقات جديده غير مروان وقندوز. قبل ما يجوا الاثنين دول كنا بنقول الاهلي عنده اقوى خط نص في افريقيا. صحيح. عشان انت كنت بتبص للسوليه وديانج وحمدي فتحي. مظبوط. عشان كان اللي بيعمل الدور ده حمدي. مروان الحقيقه اداؤه ثابت جدا جدا، وبيعمل تغطيه كبيره جدا في وسط الملعب وتكمله في الدفاع وفي الهجوم، الحقيقه يعني اداء مميز جدا. حسين الشحات كمان، محمد عبد المنعم، لا في اسماء كتير لو غابت يعني، يعني لو غابت تبتدي تقلق لانه على المستوى الهجومي مثلا بتكلم اسماء دي تريحها في ماتشات الدوري يعني تفكر انك انت تريحها، شوف انت ولا تفكر تحط رجلها يعني في الملعب. يعني كنا بنتكلم عن البطوله العربيه انه النادي الاهلي خلاص مش هيشارك مش هيشارك فيها، ده كان برده قرار مهم جدا نظرا لكم مستحيل برده يعني صحيح. مستحيل. فانت كمان على مستوى الدوري يعني انا كان نفسي بصراحه، وانا كمان نفسي جمهور الاهلي كله كان نفسه، هو الراجل قرار سليم مش لعدم مشاركته،
لراحه لعيبته. ايوه آه. ايوه طبعا انا بقول لك يعني انت كمان في الدوري الحمد لله في فرصه ان انت عندك الحمد لله وقت عندك وقت مسافه كمان وعندك فارق وعندك فارق نقاط شوي. فانت ممكن تعمل الروتيشن ده وانت شويه مرتاح وانا دايما بقول لك ان عندنا الحمد لله استعداد عمر ان في لعيبه كتيره جاهزه يعني احنا مش قلقانين من اللي بينزل من بره يعني انا لسه بقول لك كاندوسي وكريستو وسافيو في اسماء كتيره جدا بره تقدر تشارك وتقدر تبقى تعمل وطاهر. فارق كمان مع الناس وعبد القادر امبارح عبد القادر في اسماء كتيره فالروتيشن مطلوب الفتره دي لان عندك ضغط مباريات كتير جدا الاستعداد طبعا لمباراه الرجاء مهم جدا 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 خاصه مباراتين الدوري اللي جايين هيبقوا يعني قبل المباراه دي بوقت بسيط فاعتقد ان الروتيشن مطلوب جدا في الفتره دي عشان تقدر تعمل يعني استعداد جيد للمباراه الرجاء ان شاء الله. ايه صعوبه ماتش القاهره كابتن عمرو خصوصا انك انت هتلعب هنا الاول وبعد كده مباراه العوده هناك وده احسن من وجهه نظرك ولا يعني تملي كنت بحب الماتشات اللي زي دي تبقى الاول هناك وبعدين عندنا هنا بس خد بالك نفس السيناريو ده حصل السنه اللي فاتت عارف هنعتبر ان الموقف وتأهلنا على حساب تمام برضو. انا هعتبر خدنا منهم السوبر برضه انا هعتبر نفسي ان انا عايز انهي المباراه من مشهد واحد في القاهره ان شاء الله باذن الله ايجابيه اللي هو ايه الراجل زي ما اشرف قال حته الروتيشن كانت الناس كلها مستغربه ان الراجل بيشتغل في الجزء الهجومي بقى دلوقتي مطلوب عنده في اماكن كتيره في الملعب اول واحد علي معلول انت محتاج يبقى مستريح الناس كلها كانت امبارح مستغربه ان الطرد بتاع محمد عبد المنعم هياثر على محمد ان هو في اي مسابقه تانية قال لك الثلاث مباريات لكاس مصر ايوه خصص بطوله معينه انت بتبقى مستريح لما بتشوف متولي وعبد المنعم لو مش موجود متولي مصاب ورامي انضم للاصابه تلاقي نفسك بتفكر في مين في خالد وياسر وامبارح لعب حمدي لغايه اما نزل خالد عبد الفتاح يبقى انت هتضطر تقوم نازل ال ديانج حتى امبارح وهو بيغير تغييراته ليها معنى كبير لو بصيت من اثناء سير المباراه هتعرف ان الراجل تدخل وجازف بفكره في الوقت المناسب مع الاحتفاظ بحاجه هو ادى الباتشيكو كل حاجه انا بقولها من وجهه نظري الطعم كان زاكي جدا من كولر وباتشيكو بلعه بدري اول تلت ساعه انت ما هتفكر دلوقتي في لعيبتك هو الراجل دلوقتي عايز يريح الشناوي عايز يريح علي معلول عايز يريح حمدي عايز يريح كهربا هو عايز يدخل كل اللعيبه في مجال التالق عشان يبقى كلهم المسافه ما بينهم وما بعض في اللعب كله جاهز. يبقى كله جاهز حتى تاو شوف رغم انت خدت منه كتير انت محتاج تريحه عشان تاخد منه اكتر عشان يبقى طاهر جاهز وعبد القادر جاهز هتلاقي نفسك محتار بقى في ال11 انت دلوقتي مدير فني وكريستو كوندوسي شايفهم كمان ممكن شوف جدا انت عايز وعايز تدي قفشه تدخله تاني هو الراجل راح فين هو الراجل ده عمل حاجات كتير قوي في الكوره هو وعبد القادر وطاهر والقندوسي حتى اما جاب القندوسي في كاس العالم جابه من الجزائر رغم الخساره قال لك ايه عايز يدخله في اجواء المباراه يعيشه معاك حتى لو انت ما شاكرتش وانت موجود في كاس العالم في حاجات كتير قوي انت دروس مستفاده من الراجل وهو اكتر واحد حاسس باللعيبه زي ما اشرف قال كلمه في الاول مهمه جدا الراجل بيذاكر اكتر من اللعيبه صحيح بيذاكر كويس قوي جدا جدا طيب يعني وانت داخل على ماتشين فاركو وفي دماغك كمدير فني مباراه مهمه او مواجهه مهمه جدا انا بشوفها المواجهه الاصعب مفتاح البطوله ان شاء الله باذن الله مواجهه الرجاء ايه اللي تقوله للعيبه قبل مباراه فاركو يا اشرف بتكلم على الدوري بتكلم على الدوري يعني شوف وبروف المباراه الرجاء في 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 لعيبه هتقعد في لعيبه هتدخل طبعا. في مليون في المية مليون في المية انه بالتاكيد في في راحه لبعض اللاعبين في تجهيز لبعض اللاعبين البعيد شويه اعتقد ان هم مباراتين انا هعتبرهم تجريبيتين لمباراه الرجاء او بتجهز بيهم سواء باراحه او تجهيز بعض اللاعبين للمباراه المهمه او المباراتين المهمين ان شاء الله امام الرجاء الرجاء فريق ما انا شايفه مش بالقوه الكبيره هو خامس الدوري هناك يعني من 22 مباراه اعتقد فاز في 7 مباريات بس خسر لسه خسران من فتح الرباطي 3-0 مباريات يعني دخل مرماهم عدد كبير جدا جدا من الاهداف فريق لا يستهان به ولكن الحمد لله النادي يعني يقدر ان شاء الله النادي الاهلي عندهم نقط ضعف كبيره جدا خاصه في خط الدفاع اكيد هنتكلم ان شاء الله عن مباراه الرجاء الفتره الجايه في قناه النادي الاهلي ولكن مهم جدا انك تجهز لعيبتك ويبقى عندك روتيشن
تقدر تخرج من المباراتين دول باقل عدد ان شاء الله ما يكونش في اصابات، ولكن بتجهيز عدد كبير جدا من اللاعبين لمباراه الرجاء، وان شاء الله ان شاء الله انا حاسس بنسبه كبيره جدا ان شاء الله ان بطوله دوري ابطال افريقيا يا رب ان شاء الله ان شاء الله في بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله. طيب سريعا كده واحنا بنختم الحلقه معاكم، رايكم في تجربه الطاقم التحكيم المصري في مباراه امبارح؟ موافق بيها. لا ما انت موافق بيها. تمام موافق بيها لحاجه واحده ان الكلام كله كان على موقف معين، الراجل اللي موجود المدير الفني اللي جه بعد مارك كلاتنبرج، انت هتديهم ثقه امتى؟ ايه اللي حصل امبارح؟ ايه الفجوات ولا ايه الاخطاء اللي كانت فاولات وانذارات لكن مش القرارات المؤثره؟ يعني هقول لك على حاجه، يمكن الحسنه اللي كنا بنشوفها شويه كانت سلبيه عندنا ساعه ما بتطلع للفار، المده الزمنيه بتاعت الوقت بتاعتك كانت كبيره امبارح. بالظبط في ضربه الجزاء 10 ثواني ضربه جزاء ولا ضربه جزاء؟ عايز اسمع حاجه معينه وانا هقول حاجه معينه بس يعني اختلفنا هنا يعني بي 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 يعني اقول ايه باحساس المدافع اقول لك اولا اسامه جلال رايح عامل تاكلينج بنص رجل تمام، واحده متنيه واحده مفروده. لو انت عملت الكره بالعرض ادي راجل فيرويد وادي راجل سيرد باك، لو ضربت في صدري تروح للكورنر وتطلع بره. ايوه لو جت في ايدي هتنزل تحت مع ماشيه مع صدري تبقى في المكان وترجع اتجاهي تاني، يبقى مش ضربه جزاء. لا ضربه جزاء ضربه جزاء بايدي اللي هي جت تستنى مكانها ترجع لحسين الشحات. طلعت كورنر هو يعني لا مش كورنر، ما هي بتاعت علي معلول. اي بس هي طلعت كورنر، هي خبطت فيه مش هنا معانا اهي. بص راح بص في المكان فتح صدره يا عم ايد كده فتح صدره، يعني ممكن التحليل اللي انت قلته سليم مليون في المية طبعا، لكن فتحة الصدر اللي خلتها. لا هو اللي انا بقوله بقى بص 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 ايده بص الريفلكس بتاع ايده ما تشوفهاش الا من هنا. ايوه استنى لا انا شايفها في صدره الحقيقه. طب ثواني كواليتي الصوره سيء جدا. ها شايفها في صدره هي كده في صدره هي شبيهه بماتش الاهلي والرجاء على فكره. لا طب هقول لك على حاجه، صدره تبقى فين؟ في الاعلام. لا 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 معلش يعني. نكمل دي، انا عايز اشوف بعد ما الكره لمست في المكان. لا ردت فعل ايده ايه؟ ما هي الكره دي لو جت في صدره هتلاقيه مش هتتحرك، هتلاقي ايده اتسحبت لوحدها، ايده رجعت لورا بس خلاص اهو. يعني الكره دي لو جت في صدره مفيش حاجه تستدعي ان ايده تعمل رد الفعل ده. لا. لكن لو جت في ايده طبيعي جدا ان ترجع لورا، ايده ترجع لورا كده. بص يعني. بص حتى هو مشاور ازاي امين عمر، هو امين ادى قرار ضربه جزاء. بص ايده راحت فين؟ بص ايده راحت فين؟ عارف الزاويه دي يا كابتن عمرو يا كابتن اشرف متاخده من الكرين على طب فكرة. هقول لك على حاجه محمد يعني مش اكتر من زاويه انا شايفها طبيعيه يعني خلينا انا من وجهه نظري يعني شايفها هي مش لا, مش لا, لا لا لن تقدم ولن تؤخر. يعني هسألك سؤال بس اي حد فينا في المدافعين كنت انا يمكن بعترض عليها في كذا موقف. اما بتبقى مواجه لكره زي دي تملي بتحط ايدك ورا ظهرك اما تبقى جوه الصندوق. حتى كنت بعترض خبرات دي، حتى كنت بعترض خليك بره ال 18 حر عشان دي بتساعدك في الحركه. صحيح على كل الاحوال يلا ادينا مسامحين فيها. سامحني نورت الدنيا. كل سنه طيبين ونشكرك شكرا جزيلا. كابتن اشرف ممدوح كل سنه وانت طيب ونورت الدنيا. بشكرك جدا يا احمد واتمنى يعني في نهايه الحلقه انه الشناوي يرجع تاني احسن واهدى وياخد فرصه شويه عشان يقدر شناوي. لا خلاف ان افضل جول في مصر في الفترات الاخيره طبعا حارس مصر والنادي الاهلي الاول في الفتره الاخيره، فاتمنى ان شاء الله انه يرجع الشناوي مره ثانيه بتركيزه وهدوءه. محمد عبد المنعم لازم يتعلم من اخطائه، لان احنا بنتكلم هنا لمصلحه لاعبتنا دي، لانه مهم جدا جدا يرجعوا مره ثانيه للتركيز الشديد جدا. رسالتين مهمين جدا 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 من نجم النادي الاهلي كابتن اشرف ممدوح. عندي رساله صغيره واحده بس. بقالنا فتره بقول لخط ظهر النادي الاهلي بقت اصعب حاجه عندك كور الثابته. اللي احنا كنا احسن فرقه في مصر في كور الثابته الدفاعيه على الاقل. ايوه التركيز فيها عشان كل الفرق اللي بتلعبنا الكوره دي المان اللي بيبقى فيه ربط ما بيني وما بين الشناوي، المان اللي بيبقى الامور الكلاميه اللي ما بيني وما بين خط ضهري مهمه جدا في الفتره دي هتعلي كتير قوي، تخلي نسبه التهديف على مرمى النادي الاهلي شبه مش موجود. صحيح اكيد احنا بنستنى طيبين ونورتونا طيبين جدا وسعيد بوجودي طبعا. عايز اقول لكم ان الحلقه النهارده للتاريخ لانه من 100 سنه فاتت حبيبها. من 100 سنه فاتت زي النهارده 11 ابريل 1923 او 10 ابريل 1923 كانت اول بطوله يحقق النادي الاهلي كاس السلطان او الكاس السلطانيه زي ما كان بيطلق عليها في الوقت ده، وكانت اول بطوله تتحقق في تاريخ النادي الاهلي، ومن بعد كده بدات بقى التاريخ طويل جدا من الالقاب والبطولات.
فيلم البطوله الاولى اكيد هيكون معانا ان شاء الله عقب برنامج الاهلي في رمضان. وقيمه البطوله ان هي بجانب ان هي اول بطوله رسميه للاهلي، لكن الاهلي فاز بيها بعد ضم البطوله للاتحاد المصري لكره القدم، بعد كان بينظمها الاتحاد المختلط، وفاز بيها في اول 6 نسخ 4 فرق من اسلحه الجيش الانجليزي ثم نادي المختلط اللي هو نادي الزمالك حاليا، وكان وقتها نادي للجاليات الاجنبيه. عقب البرنامج فيلم وثائقي مهم جدا للبطوله الاولى في تاريخ النادي الاهلي. في الختام بنشكركم، بشكرك يا احمد، سعيد دايما بالتواجد معاك. عايز اقول لك كمان انه وانتم بتتفرجوا على الفيلم ده، بعد فوز الاهلي بالبطوله دي او تتويجه باول بطوله في تاريخه، كل البطولات اللي بعد كده حققتها فرق مصريه ما كانش في اي مجال للبطولات او للفرق التابعه للجيش الانجليزي او حتى للجاليات الاجنبيه اللي كانت عايشه في مصر انها تاخد اي لقب او اي بطوله هنا، وكانت اعلان سيطره الكره او الانديه المصريه على بطولات كره القدم في مصر. اول بطوله هيكون ميعادكم معاها بعد الاهلي في رمضان. بشكر محمد مره ثانيه، بشكر نجومنا كابتن اشرف ومدوح كابتن عمرو حديدي، كل سنه وانتم طيبين. بشكركم طبعا على المتابعه، واسيبكم تستمتعوا باول بطوله. الى اللقاء.